يا اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بنلعب مونوبولي او او مونوبولي بالعربي مونوبولي. انا احمد الراشد ومعاي رواح المعقل. هلا ولك حالك. وعمران الحازمي. اهلا وسهلا. وعادل بجنيت. يا هلا والله. وعبد الرحمن المشعل. هلا هلا. انا البطريق وعادل الديناصور ورواح الكلب والمشعل طاقية او قبعة وش اسمه وعمران القطب. يا القطة حقتي خمسة عند المحطة. صح يا عادل. محطات كلمة تاخذ محطة بتاخذ يعني اي باي او نقدر نشتري على طول. اي يا حبيبي. اوه ما في لفه بالبدايه؟ لا 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 بعد ما تاخذ اول لفه يشتغل الدايس الثالث حق سبيد دايس. انتر. طيب يلا اللي بعده. احمد هلا. في الباز منيو تقدر تغير الكاميرا كيف؟ اوكي. تخلي الكاميرا من فوق كانك قاعد تلعبها في الواقع. شوف جرب غير الكاميرا وشوف اذا يعجبهم من المنظور الثاني او بيدفع تاكس. أصلاً أيوة. تخيل البداية توقف زي كذا اللي بعده. قلت يا احمد ايوه قلت المحطات ايش وضعها معلش؟ المحطة اذا اشتريت الحين اذا الحين انا عندي واحدة اذا انت طحت بالمحطة حقتي تدفع لي 25 بس اذا انا امتلكت محطة ثانية يقدر يلعب مرة ثانية الدبل ترى تاكس اول شيء يا حبيبي. اي الله تدفع 200 ايوه يا او شفت التطبيق اي كل اذا انا ادفع لك 25 بس اذا في اذا امتلكتها كلها تدفع لي اظن 200 او شيء زي كذا 200 اي تتدبل أي. كل ما تمتلك واحده تتدبل يعني اثنين تصير 100 3 150 4 400 يا ساتر بنرت يا ابو يا ارمي زين انت وش تحدف تسعة اوف انا وش دخلني هو كذا قاعد يرمي ان شاء الله مره ثانيه ضرائب ما ادري تبغون كذا المنظور ولا نغير المنظور نرجع للي قبل لا والله الاول احسن ولا أيه انا اشوف الاول احسن انا اشوف الاول احسن اي الاول احس احسن اجمل نشتري ذا المكان ولا نسوي له اكشن سريع سريع اللعب يا عيال خلينا نخلص اكشن والله حنطول ايوه اكشن اي 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 لعب اكشن يا عيال سوي لامك على طول حطها اكشن طيب يلا اكشن يلا حط المبلغ يلا بيت حطيت المبلغ اوف اوف يلا اجي يلا بدرو يلا يا مشعل اوف يا في نلعب بالفلوس احنا هو اصلا كم سعره 140 اجا 140 اي اوكي اوكي انا انصح انك تنسحب يا يلا يا رواح يا رواح اوف انا مره دخلت والله وسلو ما لي شغل فيك خلنا نشتري وانت بعد يا عمران انت زودتها انسحب انسحب يا عمران انسحب ازين لك لا انت بكلامك ده انك تبغاه واذا تبغاه انا بتنعل معك لو سكت كان احسن لا 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 انا انصح انك تنسحب انا انصح تنسحب بالعافيه عليك يعني احمد ايش تبي وش الشبي ايش تبي هذا في المزايد موجود انا اطلع من المزايد لو سمحت يا قحريه وش المزايد الرخيص اطلع ورا بعض ورا بعض اي 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 ورا بعض يا شباب ورا بعض شد اقول اطلع على عالم الاوادم يا الله يا ساتر بنقعد هنا ساعه يا اوف اوف والله لا 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 كان يبغى يور كان يبغى يور والله اي كتبه ورطه لا والله ما نتورط حنا شكرا لو سرعتها بعدين حطت ال100 لو خليته انه يجاوب معاك واحد 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 بعدين صح صح انت استعجلت لا اعرفها يلا ابو مريم كنت دائما اسويها الله 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 رول دايس انتوا ايش بامهم مع القطه سبعه روح يا مياه بسرعه بسرعه سكيب اي كويس سريع درو كارد وش طلع يلا دقيقه خلنا نقرا شكرا دفعت ال 50 شكرا شاب الكروت لا تسوون لها سكيب تكفون نبغى نقرا وش هي عرفت يلا انت عندك كرت حط سكيب على طول حط سو سكيب هنا بس رح لل ايوه درو كارد خلينا نشوف ورينا جو تو جيم ما تدفع ما يدك 200 باللف اي صح كل ما تلف لفه كامله تاخذ 200 يا بس الحين انت ما تاخذها لانك دخلت الجيل
السجن اللي بعد. يلا انترن يا عادل. اوكي يلا سوري دوري انا. يلا سريع انا قاعد اسوي رول دايس بالموشن. يلا سبعة. يمديك تسوي رول بالموشن؟ اي يقول لك شيك كنترولر. يلا كذا الدايس حقي قاعد يطير. يس اوف كورس. لا ليش الكترونيك كومباني هذه كيف تصير؟ كيف طريقتها هذه؟ شوف مكتوب اذا انا املك بس الكتر كومباني ما املك الووتر اللي هي المويه. اي احد يطيح عندي لازم يرمي دايس، يرمي زهره ولا واللي لازم يدفعه يكون أربعة ضرب الرقم اللي يطلع له في الدايس. واذا انا املكهم كلهم عشرة ضرب طيب يلا السؤال اللي بعده الدور اللي بعده. يلا رول سكيب بالله. تسعة. يلا وين تسعة؟ الله ايوه ادفع لي عشرة. يلا والله استثمار بغيت اسوي بانكرب. تصبر لا صايع علي يا عمان. سريع والله تسوي بانكرب. والله بغيت اسوي بانكرب. اي 11 شلون بنروح؟ لا بس يقول لك يس ونو ما هي على طول يسوي لك اياها. الحمراء لسه باقي ذيك الزرقاء اللي هناك اللي دور لها انا. يلا اكشن ثاني. اي تعجبني. يلا بسرعه يا شباب، يا انكم تشدوا يا انكم تطلعوا. عادل انا اقول يلا 10. انا اقول 100. اوف تسلم لي. هوب سريع يا سريع يا كل واحد ياخذ راحته عادي. كل واحد ياخذ راحته يا ما اسمه لا تبي تجرنا منا بطالعين ما في. يا ساتر كان المزاد. يا ساتر يا ساتر وصلت الدبل. وين اللي طلعني؟ دقيقة استنى شرعك ايش. ايوه جيب ايش هذا كلها احمد قاعد يشتريها بالدبل. خليه ما هي حسب اثاره الا لما يلف ثلاث لفات. احمد انا ما شريت ولا ارض، خليني اشتري شيء لو سمحت. ابشر ولا انا خلاص. طب طيح على ارض يا اخي مو يا ابوي القطه خلاص. ليش زعلان؟ ما يطيحوا. الله ابو مريم باي على طول اقشط. انا اتفكر بالبلاهه هذيك. اوكي انت كيف هو؟ اوكي يلا يا اجو تقدر تدفع 50 او تجرب حظك بالدايس، اذا جبت رقمين زي بعض تطلع. قفرت يلا تسوي اوف. ما تبي تدفع 50؟ كويس اترك لنا اراضي انت، بس خليك ادفع ايجارات بس انت عادل. طب يلا انتر. يلا دوري. ما عليك تعود كويس القطة ما طاحت. كم صارت؟ 2-3 ايش؟ 8. فري باركينج. ما فيها شيء. قهر. انت يلا شو نسوي؟ فري باركينج مو الفلوس اللي زي التاكسز وهذه تروح فري باركينج. هذيك هاوس رولز. يا رب وش ذا الاستهبال؟ يلا عمران. لا عند رواح. طيح الكلب اللعين. يلا كوميونيتي تشيك. لو تجل. لا كهرباء ولا مويه هذا؟ وش اسمه؟ خلنا نشوف خلنا نقراها. ايش عندك؟ اي مالك. جو تو جيل. يلا تعال يا. لا يا اخي. رواح نور. يا الله. يلا يا القطوه. غريبه ما طاحت. والله 11 روح اشتري يا رجل. سجن لا لا بتروح هذه اوكشن الصفرة. اوكشن اقشط قال لك اوكشن. الله لكم اوكشن رخيصين. جستس رول باك تو تن. اقول خلاص اطلع من البدايه انا ما تحركت.
ادفع ادفع لا توفر الفلوس بجيبك اطلع الاراضي خلصت الله 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 الدنزل ما طاع الله صندوق ثاني صندوق ثاني هذا شوف جو تو جيل لايف انشورنس لايف انشورنس الله والله تأمين على حياته تأمين طبي يلا شيك ذا كنترولر شيك شيك 10 شيك ستة بعد المحطة بحبة يعني أرض زي الصفرة جنبي قبل المحطة حيف هذا لا بعد المحطة قبل المحطة آه باي أنا قاعد أفكر في محطة الموية الحين يا عادل هلا إذا أظن في هالرولز ما تقدر تبني بيوت إلا إذا خذيت كل الأراضي من إيه من لون واحد الحي كله إيه. عرفت؟ آه أوكي أوكي فا يصير فيه الحين بين الحين أنا وعبد الرحمن و أنا عبد الرحمن وعمران لازم يصير فيه يعني بيشوف كل واحد بيعطيك أوفر يقول والله أدفع لك مدري كم على الأرض أعطيك أرض ثانية عرفت يصير فيه نيجوشيشن تبدأ النقاش يوم شفتك تتكلم في الموضوع واضح فهمتها على طول انك تبي تسوي تريد مع عمران قلت يا رب اشتري الله ما فيها الله مين هذا فين مين جاء عندي فلوس الله 18 ريال يا ابوي اي سيب القطه 1 2 3 4 الله ارض الاخضر الاخضر نروح للاخضر طيب الله يسلمك هذه غاليه 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 الله يا شيخ غالي عليكم ثالك ايه الغالي ذا بعدين يطلع الايجارات حق يلا يا اجو يلا عندي اقهويك عندي تعال خمسة بياخذ راح عند الاستفهام بطاقة اعطي عمران فلوس الحين يقول لك ادفانس تو سنت شارلز الله يحفظك اوكي اي هذا الحين الحين خذيت 200 عليك تقدر تشتريها عادل الحين بيصير يشتري اراضي بيصير الحين بيفسك فيها يلا شيك وين راحت بيت وين يا شباب اطلع برا البورد معروف انه ممنوع يلا المحطه بس سلكوا لك يا اللعبه يلا محطه يا الله طاح اخر المحطات يا عيال طاح بالمحطات والله ايجار 100 والله كثير ولا 50 يعني الحمد لله 50 رجع يلا يا عبد الرحمن الحين وش الفرق بين سبيد داي والعادي الحين لما تعدي ياخذ الزرقاء بكديلي ولا برودواي بورد ووك دور عادل الحين بتشوف معاه دايس جديد اوكي لان اخذ لفه هو بعد ما تاخذ اول لفه يصير معك دايس ثالث اوكي هذا سبيد عندي يا رواح ولا انا ارد مين فاضي جيب غريبه معك شنتها جيب ابى احتاج اشتري ما كنت ادري بخش جيل يلا يا عمران الله يجيب الزرقة الثانية احتاجها لا مو لا واحده بعد الا واحده بعد لا لا تشانس مشتري كل الاراضي اللي موجوده يلا خلنا نشوف جو تو جيل ميك جنرال ريبيرز اون يور بروبرتي فور ايتش هاوس اي ما عندك اوف هذه تورطك اذا انت عندك بيوت كثيره لا لو كان عندي بيوت يلا اوكي حسد هذا اسمه الورقه ذي حسد شكرون يلا طيب يلا اوكي داش جديد الحمراء كم الحين اوف وش دي والله تعال الايجارات رخيصه ترى ارخص من لا. عاد الكارد عاد قاعد يمشي نيرست ريل رود اوكي اوكي اي روح هذه ما عندك اياها يعني ما حد عنده صح اشتريها صح اي صح صح يلا دوري جيب 4 تكفى لا اوريدي 6 شفت السفاتير دبل مش ذا الغش مش ذا الغش والله التسليك واضح سلام كرت خش اقول ليش اخر راتبي لا دقيقه خش السجن ريدنج لا حقتي ايش الاستعباط هذا بلاي اجين يا حبيبي
رول ذا دايس. اوه عندي 3 دايسز دبل ودافع. اوكي لحظه بس اشرح لك في قانون في اللعبه. اي دبل الثالث يبدي يسجل. اذا جبت مره ثالثه دبل تنسجن صح. اي يلا دبل ثاني. يلا نشجعك. هدي شوي. لا لا أربعة زين. مستر مونوبولي. وش مستر مونوبولي يسوي؟ مستر مونوبولي يوديك أقرب أرض لك بملك لحد بعد ما تمشي. جيب. يا بوي شو التسريق ذا؟ جيب. لكن إذا صارت كل الأراضي مملوكة للناس يوديك أقرب أرض بملك لك أنت عشان يخليك تدفع. أوكي. هي دبل إيدج. ايوه لا جايبه بالضبط. الاخير حتى النهايه عشان تخلص. يلا عبد الرحمن تشتري الارض هذه ولا لا؟ حسان يطب في شيء بس مو بلحد. يلا دور مين؟ ايه روح روح بقيتوا لي اراضي. عمر الحداني يقول اه دبل. عمر الحداني يقول مشيت البطريق مشيت بزنس صح. هو اصلا من يوم بزنس. عط والله كم فلس امر. شاري كل الاراضي. تسعة هذه تسعة قبل المحطة بنقطة الاخضر. الارض ايه ارض فاضية. يس جيب. كفو يا شباب لازم كلنا نتحد ضد احمد. اوف ايش دخلني انا؟ هامور طالع لي امه. وش هامورة؟ وش هامورة؟ بالعكس عندي ارضين. في ارضين شريتهم دبل. انتم كل الاراضي شريتوها راه. انا اتفق نتحد على احمد. انا اتفق معك. يا شباب اراضي احمد. الله احمد لحالها نفس اراضينا كلها. مين يا ابن الكلب انت؟ تو واخذ الراتب تدفعه. يا الله اكره هذه الاراضي. يلا يا اجو. يلا يا سلام كفو. يلا تسعة. جو بس ما ادري وين بطيح. طيح عند واحد من الشباب. ايه جيب فلوس. جيب فلوس صديق. خذ رجعت له حق المحطة وزيادة. ايوه يلا. زيادة ثلاثة. يلا حط انترن اجو. انترن تمام بتعود على اساس انترن هذه. هذا المفروض يخلونه اوتوماتيك الانترن. المفروض والله. لا عشان اذا تبغى تتبدل تبغى تسوي شيء. وش السيارة؟ الحين شوف اصبر بيجيك اوبشن تمشي 5 6 او 11 خطوه. طبعا هذه تختلف تغير على حسب الدايس اللي انت رميته. طيب مش الخيارات الحين اللي عندك. الحين عندي يا 6 يا 11 6 و11 اي دقيقه 5 وين بيوديني؟ 6 حتنزل حق المويه يوتيلتي. في احد خذ اليوتيلتي المويه؟ لا ما في احد. لا عليها الرصاصي معناتها اي جيب. الحين يقول ليش تتحدون علي؟ شو الحين يقول ليش تتحدون علي؟ اي صح ليش تتحدون علي؟ انا مسكين. ما في سبب كذا بس ما نحبك كذا. ما في سبب. اي دائما انا دائما مظلوم مسكين. صحيح احنا كلاب احنا مسكين. والحين المشعل قاعد يشتري ارض سكيتي كذا. يا الله ما بقى شيء يا عيال. يا عيال هذه سبيد مونوبولي يا حبيبي. والله اروح الارضين بس انا ابي ارضي قدامك. يلا ستة وصلها. اوه اظن يعطونك 400 ولا؟ أوف. لا 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 في قانون تقدر تحطه 400. اي قانون هذا قانون بس ما حطينا. يا الله بطيح الارض زي الناس. طيب يلا ابو مريم هات 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 شيء كويس. هات شيء كويس. تسعة. اوه صح نسيت اقول لكم بعد هذه حقتي. يدفع 10 لو سمحت اجار. خذها يا شيخ خذها غثت انا فيها. كل الثلاثة دايس نفس الرقم. إذا كل الدايس نفس الرقم وش يصير؟ تروح أي مكان في الماب. أوف أوف أوكي. ستة عند جو. لا تلحقني عادل. يحبك عادل. طيب طيب مين دور مين؟ عمر الحداني يقول عبد الرحمن متخصص في الألعاب. طبعا ايه صحيح احب الالعاب بورد جيمز لعبي
بس عشان يفوز الحين. لا جيم لا جيم يا سلام يا حبيبي يا سلام الله لازم لازم نتحد الان. ايش سويت لك انا؟ سويت شوف في النهايه في واحد حيف. لو 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 ما تتحد معاهم انا عندي لك ديل ممتاز. صدقني صدقني عبد الرحمن انتبه احمد يا اخي. خلنا نشوف يمكن يمكن اعطيك الزرقة بس تعطيني شيء ثاني. لا لا ماني ما اعطيك شيء. طيب انا قاعد احاول اكون يعني ديمقراطي معك. هات اسمع كلامه ودبلوماسي وحيعطيك يا ودبلوماسي يا عبد الرحمن. لا تصدق هذا عمران قد هل قد تحت مع عمران وما خانك في الاخير؟ عيب عليك سؤال. عبد الرحمن عبد الرحمن تاريخ يا اخي. انا ويا تيم اصلا في ماريو فار. الله الله ايش بو ما تحرك علق يوبي سوفت ولا؟ لا لا قاعد افكر وانا اروح. كان عندك انت اوكي اوكي ماريو بارتي ما لها ماريو اونلاين حقها خايس مره خايس اللي يسال ميني جيمز بس ما قد جربنا ميني جيمز بس مو بورد ما بينا نجربها. هات ال 6 5 7 7 بسرعه ارمي نفسك بسرعه. ايش ابغى فيها؟ ايش ابغى فيها؟ وش حتفيدني؟ انت قلت هات 7 الله لا تجيب تسعة يا ويل دبل. اذا جبت دبل يكنسل الدايس الاحمر. اي لازم صح عند احمد اعطيه شكرا. اوف 120 عشان 12 ايش بك؟ اوف 12 شكرا. ايوه ضرب الدايس صح 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 صح. اوكي تعال عندي تعال ما عليك ما عليك عادي دبل ثاني اضبط اضبط اضبط. واحد اثنين ثلاثة مفروض يعطونا شيء مفروض سرعة. اكشن جيب جيب ارض جيب ارض يا مش يا احمد. طب ليش ما يوريني الاراضي حقت مين وحقت مين ولا بالالوان؟ الالوان الالوان الالوان, الألوان. ايه اوكي طب مشعل انت ايش انت زهري زهري ما في ما ما لا انا قاعد اشوف اذا في شيء يعني اقدر ابادل معاك بس ما في شيء. تعال تعال في الاصفر الاراضي صفر. طيب اشتري منك ارض اجيك تعال تعال ازورك. يلا بيشتري يا الله وش الحظ ذا خلاص مستر مونوبولي بيروح للارض اللي ما بملك لحد يا ابويا. اوف اوف اخذ لفه كامله يلا. كيف طار كذا عشان ما في ارض فاضيه؟ هذا الارض الفاضيه يمشي الدايس بعدين يمشي الارض الفاضيه. لا باقي واحده الحين باقي ارض واحده فاضيه. احمد عندك من كل لون خلني اجيب مستر مونوبولي عشان كذا المفروض تتعامل معي ما تتحد ضدي. يضحك عليك شوف طفران دحين يتورط ما يصير عنده كلمات فيلن عارف عشان كذا تتعامل. ابد لبسني لبسني كذا اقول ارجع لك ان شاء الله باستثمارات. I do it for the people. حسيتها سبت كذا اللي deal with the devil عارف شيء تعامل معي عم ابغى اشتريها منك. طيب شايف كيف اعطني في غسيل اموال قاعد يصير والله يعطيك فلوس ما عليك الوضع كويس جايينك يا احمد لا تخاف خلي الاراضي تبقى سيب القطه بحالها هذا انت اللي راميها يا ابوي راميها دبل انا انا يا الله شكرا فلوسك راحت له يا عبد الرحمن روح خذها من عنده انا كلنا صراحه تعطوني كل الاراضي حقتكم عشان انا اقدر افوز الاحمد انت خلص كيف بسرعه اعطوني كل اراضيكم اوكي وين حيودينا هذا طبعا شكرا عند احمد شكرا غريب الله تقعد لنا اراضي ذا يا اخي اترك شويه من ربكم ما حطيت بيوت فيها احمد ربكم لا ما تقدر تحفف تقدر تحط حاجرين عليه كلب ترامب اوكي ايش يعني باص اوكي مالك روح اي اوكي 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 عرفت
أربعة أو سبعة أفضل شيء. لا سبعة ما ينفع. لا لا سبعة 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 زينة. لا سبعة خلي أروح تشانس يلا. لا لا سبعة تصير قريب. ادفع لكل واحد 200. باي. باي. أعطوني 50. على إيش؟ على شو استثماري؟ استثماري ده هتلاقي فم الأراضي في الاستثمار. حسد لا اسمه. والله الرياكشن حقك هو الحسد والله. يا عمي شوف كرت شوف كيف منور من كل شيء نور كذا كل شيء. ايه هابي بيرثدي ياخذ عشرة مننا كلنا. انا ما اؤمن بهذا الشيء انا ما اؤمن بالهابي بيرثدي والخربيط هذه. بس يستاهلها عبد الرحمن عبد الرحمن يستاهلها. تروح لعبد الرحمن ولا تروح لغيره حبيبي ولا تروح لأحمد قصدك واضحة. يا خبيث يا خبيث عادي انا انا رغم ان الناس يكرهوني لسه انا اهنئهم بعيد ميلاد ما عندكم. لا لا ما نكرهك احمد. احنا ما نكره ترى. لحظة مين قال نكرهك يا احمد؟ هما قالوا نسوي اتفاق عليك. هل شفت اني اتفق معاك ولا شيء؟ الاتفاق هذا نوع من انواع الكره والحقد. انا انا يا ايوه هذه ارض فاضم صح اعطيني اياها. هذه ارضين ها يا شباب باقي هذه يا ولد في كرنتينا تعبان صح على الارضيه دي. وتجيب شيء بريالين اللي جار حقها. يلا يلا يا عادل يلا يا عادل يلا دوس دوس يا عادل. تعال عندي كفو يا عادل. خذ الارض الثانيه. الارض الثانيه الفاضيه باقي خلاص واحده الحين. لا سالري لا 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 اوكشن يا الله يا الله يا ما ظن ما ظن يبي عمران ياخذ الثانيه. يا رب ما يشتري الارض الاخيره. عمر ترى فكره اللعبه شراها شراها يا عيال شراها. استهبال استهبال احمد. وش ذا وش الارض وش الارض خلنا نشوف مين يملك مين يملك الزرقتين انت وهذا. والله ما احتاجها بسوي لها اكشن صراحه. كفو كفو يلا راح اطلع منها راح اطلع منها. يلا عشان الشباب ما يزعلون علي راح اطلع منها. يلا حط مبلغ. طيب يلا احمد حط اخش يا احمد عادي اطلع منها يا رواح. اوف اطلع منها انت اطلع منها. انا بس بانا احس على خفيف على خفيف ورطوه يا شباب. بشوف نهايتها دي بنت توصل. رواح اطلع منها. لا والله ما ينفع بدولار بريال يا شيخ. ها بريال ما ينفع اطلع منها. اوف لا المهم يا عمر قليل بريال طيبه طيبه يا اخي. لا شباب 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 اوكي خليه يتكلم عن الجمهور. يعني طريقة الفوز انك تخلي كل المنافسين يطفرون انك تشتري اكثر اراضي بحيث انك تخلي الناس تدفعوا لك ايجارات ولا اي شيء بحيث انه اللي ضدك يطفرون ويخسرون الجيم. هاي طريقة الفوز صح. شكرا يا عمران انك سكت دقيقة. قاعد نتناحل هنا وتقول لي اسكت في ارض مشتري تشرح اللعبة دي. طب يا عيال يعني يعني طب طب مو بواحد يعني زودوا 10 100 شيء. لا لا احنا نلعب صح. لا لا وتو تقول وش ذا القحرطة ها استهبل انت يا عمران. هذا هذا لما تصير كفو كفو يا رايق. والله دف 100 والله والله دف 100 والله والله دف 100 الله يا رواح. انت عمران يا ابوي المعجزه. شكرا يا المعجزه على الاشتراك. شكرا شكرا رواح اطلع منها. والله مين ولا فالو كان. والله انتم مهابيل والله انتم مهابيل. حافظوا حافظوا يا هبل يا هبل. 5 ضعاف 5 ضعاف. لا لا شوف هذا هذا لا لا هذا هذا شيء طبيعي لانهم هم كلهم يمتلكون في الازرق. هذا اللي يملك هذه يصيرون يقدرون يشاورون بعض يبيعونها. والله شديد والله الرد قوي يا ولد. راعك ما انكسرت خلاص اهدى. يلا خذ مستحيل يبيع لك الأخيرة.
على حسب يمكن 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 يعطيك اوفر كويس ممكن ايوه صح ممكن غير نعرف كيف نشيل اراضي احمد يعني لحظه تبي تقنعني يا رواح ان معك ثلاث اراضي وانت مسوي ديل مع اي احد مو بمعك انت انا قلت ماني بايع لك اياها اسوي ديل مع الباقيين توصل لي توصل لي هات هات لي جر رخيص حقي لا لا ما جاء عندك ادفانس تقول اي رجعت المره هذه الحين بناخذ منك اللي رجعت فلوسي والله فلوس رجعت رجعت على طول يا الله فلوس الحلال اي حلال قاعد اه معليش معليش مو المعجزه معجزه اي والله سيقاني انا اللي معجزه معليش يعني معجزه والله يعني كاتبه بالانجليزي يعني اقدر اقول بعد زو بعد زي بيروحون السجن استهبال شفت انا ما عندي خليني انا اعرف كيف ادور امور الحين وش اللي فيه الحين فاضي وش الفاضي ما في فاضي وش الحاله اوكي اوكي هذا عمران عمران لا 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 عمران 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 ممكن طلب بس بسيط يعني الصوت شوي يعني خفضه وانت تحمس لا 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 مو صوتك انت عالي لما تصرخ تصرخ انت كثير فالصوت مره يكون طب خليني الحين اعرف ايش هذا الحل دحين ليش ما دفن على ارض فاضي ولا ارضي لان ما في ولا ارض فاضي احمد ها محمد يقول صوتك اعلى من الباقيين انا شكرا محمد شكرا طيب اوكي اوطي صوتي ما في مشكله بس انا لما اسمعكم اسمع صوت عمران مره عالي وطي صوت عمران من ديسكورد احمد هذا اللي بيصير صحيح 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 طيب موب 11 ايش فيه 11 ماني شايف كيف اقوم اقوم الف الطاره انا اقول لك عد عد 11 ارض حقتك 11 ارض حقتي والله طيب انا بصدق يعني انت انسان طيب يو اون ذس بروبرتي شكرا شكرا والله لفه خايسه هي كاين الحين ترى مستر مونوبولي اذا جاء بينزلك في ارض مبلك اوف اثنين هذا مو دبل كل الاراضي مبلك هي مو دبل مو دبل واضح سبعه يعني انت you're just visiting visiting قاعد تزور رواح اوكي رواح كيف الامور عندك في السجن والله تمام تمام ايه مستر مونوبولي اوه بدفع لحد احمد اوكي اجو تفضل والله عنده فلوس توفر زين يعرف كيف يقتصد احمد رد دريك يقول ترى اصواتنا كلها صارت واطيه اوف انت اخذت الديسكورد لا لا رخيت بس حقك انت حمد كيس اي جيمر اخبارك اخبارنا تمام خلي اعلي اصواتكم اجل لا 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 انا وطيت صوتك انت فخليني اعلي اصواتكم في عليك شوي علموني اذا كان عالي ولا واطي عشان انا اضبطها طيب لا يا حمد انا ماني بطيخ البطيخ المزعج مو انا انا مالي دخل ده الحين النبض ما يعتبر بس النبضين العاديين رواح شفت شلون لو شفت شلون 12 لا شوي ترجع شوي شوي الفلوس اصبر مانج بروبرتيز عبد الرحمن خلينا نسوي تريدنج طيب ده الحين النرد اللي هو الثالث مستحيل يصير دبل بس النردين العاديين صحيح لا لا ممكن ممكن يصير أحمد. دبل اذا جبت كل الثلاثه أنا. دبل اختار اي مكان تسوي تريد تروح له وش تبغى اوكي اوكي بسوي تريد معاك ايوه شلون نسوي تريد ماني فاهم اختار الكارت اللي تقول له يا او فلوس تحت لا ما ابغى فلوس كارت مع فلوس اي اللي يريح تبغى ايش تبغى بعطيله احمد انت أيوة. عندك احمر بعطيله الزرقاء حقت عبد الرحمن ايوه وعطيني كيف اعطيني الخضراء اي خلاص قول له هذا هو هذا قول له بدون شيء اوكي خلاص كيف يعني بدون شيء اعطيك ارض وتاخذ ارض اي بس في ارض تسوى اكثر من ارض ثانيه اي هنا الارض الزرقاء تسوى لانك تصير تحط عبد الرحمن بين يدينك لا شكرا اعطيك كاونتر اوفر ايوه عطني احمر ايه واعطيك ازرق الغامق واخضر والله من جد والزهري طيب اوكي ايه يلا لا يا رواح لا يا رواح خطفلوس رواح لا يا رواح حيمسك شارع كامل ايش فيك بدري انا لا اصبر ريست اوكي وش الاراضي اللي قلت لي احطها عطني احمر انا اعطيك ازرق واخضر وزهري يعني حط الاوفر انت اوكي واختار الكروت بنفسك
انا اختارها الظاهر انك تختار إيه اضغط ار اضغط ار اضغط ار عشان تروح عند هي اختار انت اوكي اختار الاشياء اللي تبغاها اخضر والازرق غامق والزهري خلاص اوكي عليك ديل ديل يلا Do you accept? Yes. رحنا في خرائطها يا شباب. الله يا هذا عادة. كلام ست كمبيت. كم فينا العين. والله جيم سريع شكله بس كذا. أنا قاعد أسوي كونتنت للفيديو شباب. شكرا. يا ليت يا ورا. الله يلا طب حط عند أخلص. راحت. نعم الله وخالق. طب رواح. والله أنا بيني وبينك. عدول انا عندي اقتراح معايا انا اي وش عندي وش اقتراح كيف اسوي الديل يا كيف سويت الديل انت اكس اكس اطلع شو بروبرتي اطلع طب انا اوكي حط مانج بروبرتيز مانج بعدين واي بعدين واي ايه ما يوديني مكان لازم اخلص الدوره لازم طبعا. تمشي لازم تمشي تمشي اوكي لازم اخلص يا ابوي سيبوا القطه في حالها سيبوها محطة محطة الله يخس لا 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 بعد المحطة إلا محطة أوكي حقتي يعني. إيه لأن يمشي الدايس بعدين مونوبولي يوديه للأرض اللي بعدها وين عدول أوكي الله يشوف يا عدول هلا أنا هو إيش كنت بعطيك أنا بعطيك هذه أيوة بالمقابل هذه وكمان أضبطك شوية كذا ظبطك شوية بس شوية تقول بتعطيني برتقالي تقول ها وبتاخذ البني واخذ البني نعم بس هو بالبني يكمل ست كامل هو يصير يقدر يبني خليها 300 خليها 300 وصل 300 بقول لك 299 كمل ال 300 المره الجايه لما اجيب فلوس ارد لك اياها ما عليك سلف ما ترجع شكرا انسان محترم والله جبل شايف انسان زيك ما يفكر الا في نفسه الله اكبر شكرا يا عدو بعدين نجي هنا يمدينا ابني الحين ولا لسه ها لا قبل التيرن اتوقع ولا لا يمديك الحين يلا ايش بملقلق الجيم لا قاعد يدق يدفع يعني هو قاعد يبني اوه تقدر تحط بيوت كثير مره اي بس ما تقدر تحط في جهه بيوت اكثر من الجهه الثانيه اذا كانت اكثر من بيت واحد طبعا اي بس انا توقعت انه كل دور تقدر تحط بيت واحد في كل ارض لا لا تقدر على طول والله خلاها فنادق على طول فنادق وفنادق 250 يلعن ام الارض الرخيص 400 والثانيه انا بسوي دي شكلي مع عادل أوكي. خلاص عادل بعطيك البرتقاليه انا خلص ما عليك عادل لا انا بسوي لك خصم خاص لما تطيح عندي شكرا ايه لا تخاف شوف الناس المحترمه مو زي اللي ياخذ الارض ونتي قال له ما نعطيك شيء بعدها الله يهديك اوكي قبل تعال نسوي ديل انا وانت عادل مو هذا اللي بسويه تعال انت الطاقية عبد الرحمن صح؟ اي انا الطاقية تعال اوكي لا اصبر اسمعني وشو؟ تفضل عطني الزهرية اوكي والمحطة وشو المحطة لونها اسود؟ اي اوكي وشوية فلوس وخذ البرتقالية اختار انت بنفسك يا عادل ولا انت المحطه ما اقدر بعطيك اياها بعطيك الزهريه واعطيك البرتقاليه أيوه؟ وبعطيك فوقها فلوس على حسب كم فلوس لان انت بتكمل ست وانا لسه لازم اسوي ديل ثاني طيب لا وراء ديلز كثيره لا لان الواقع يعني صراحه هذا الصدق طيب دقيقه اذا بضيف فلوس كيف اضيف فلوس لا 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 حبيبي هذه فلوسي لا هذه فلوسي هذه فلوسي انا هنا اوكي شوف صراحه يعني ترى بتدفع واجد لو ارض برض بتدفع واجد ارض كم تبي يعني انا اقول لك خلها 300 وعطني فوقها
محطة. ما أعطيك 300 بدون المحطة. لا لا بدون المحطة ما تشوى. أنت بتكمل. ماكسيمم 350 يلا. لا لا. 350 بدون المحطة. أنا عادل أنا أنصحك المحطة لأن أنا أملك 3 محطات. إيه يعني أنت ما تستفيد منها. ما تستفيد منها مرة كثير. الأجار حقه 25 بس. طيب بعطيك المحطة لك بدون 300 بعطيك 200 معا. لا 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 300 بالمحطة. بدون مح بدون 250 آخر أوفر يلا. 280 خلاص بيني وبينك. تحزم محل والله عادل انا اقول اسحب عليه والله اسحب عليه اسحب عليه اوف لي اي بيني وبينك 280 معليش على النفسيه هذه اسحب عليه شلون على 10 جالس لك على 5 لحظه لحظه صار صار ليه صار وقع خلص الوقت خلص وقت طولت يمكن خلاص عادي عادي في دوري انا بسويها اسرع طيب خلاص ما عندك مشكله اوكي اوكي دبل لا 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 بتروح ال اسمها عندي الفندق مين اول واحد حيشرفنا فيه يا عيال شايف لانه جاب دبل فيكنسل الحمراء ولا كان بيطب يده انا طيب. انا انا كيف مانج بروبرتي اكس ايوه بعدين روح على الارض نفسها أيوة. الزرقاء ولا ايش بعد هذه كويس اني عدتها بس الحين 150 150 اي على حسب الارض وين وقع شوف انتبه يا احمد انا عندي في الجنوب الارض حقتي في وسخه تلاقيها رخيص انتبه احمد تقعد تبني وتحوس واكل تبن وتاكل تبن اي لا عشان كذا بنيت شوي سبعه هذه صارت وين طحت عليها ايوه ولا لا ما طحت شرفونا لا بطاقه ادفع لكل واحد 100 ادفع لكل واحد 100 ادفع لكل واحد ايرور اخذت 200 يا الله يا الله حظ ماشي مليون طيب لا ويروح يحط ويروح يحط يحط طبعا بيحط بيصرف المشكله الحين بطب فيها احس الله يعين دحين الله يستر يلا خلينا نشوف كم تحتاج تحتاج الفقعه والله انت طبيت 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 بس في ما طبيت ما طبيت ما طبيت انا بروح الاجر برضه ياس جيب 250 قايل لك عندي احساس اني بطب شكرا شكرا يعطيك العافيه لازم نكلم البلديه نقول له الاراضي موقعها غلط عادل الديناصور يلا قاموا 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 شكرا يا حمد على البيتس اي والله شكرا قا يلا ولد 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 ايوه 270 اتفقنا 280 ارجع اي طيب قاعد ارجع يا ابني قاعد ارجع قاعد ارجع ما تخاف قاعدين نرجع اعطيه تب 281 كذا بس يلا اوكي سوي ديل هذا عشان ياخذ له مويه على الطريق عرفت اكسبت مبروك عليك والله عنده برضو فلوس انا اوريكم والحين اخلي عادل يجلدكم جلد خلاص خاربه خاربه رواح تعال رواح رواح تعال اوه انا اي صديقي رواح تبي اي واحده تبي الزهري ولا لا السماوي ابي الزرقاء الغامق الغامق اي والله ايوه بوردوك ايوه اجل باخذ انا ثنتين ابي هذه وهذه وشي لا والله لا لا الديل ممتاز يا لا هذا الديل بلا مسخره تاخذ ممتاز عندك أوف. كانتر سو لا كانتر بيصير عنده شو اسمه تقريبا شارع كامل او إيه؟ طريق كامل يا ابوي الارض هذا برود ووك ويمين بلا استهبال شوف كم الفندق ب 2000 بس بس اي بس بس خانتين بس اللي تطيح فيها هذاك عنده 6 خانات لا 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 هذا مستحيل هذا الديل لا لا ممكن ممكن لا ممكن ممكن على حسب أيه. كم تدفع كم تبي على حسب كم تدفع كم تبي 600 600 600 اشوف معقول بصراحه يعني 600 كويس احس تقريبا 600 اوكي 600 ممتاز والله والله ضايش اذا بفلوسه خلاص 605 عشان ال 101 سيس يقول ما في تيم 101 يلا
كيف خلص؟ ديل الان ديل كفو روح خلص كويس انه احنا كلنا مشتغلين مع بعض. اي والله في واحد خاين راح تسوى ديل مع احمد. طيب خل نحط راضي معروف ان احنا تجار الصغار على كذا الحياه كذا تشتغل. ايه الحياه تشتغل بدون موضوع انك تاخذ شخص الامور تقول هذا خاين ما خاين خلاص هذا يسمونه بزنس. لا بزنس لا بزنس لا. هم يقولون بزنس لا يا حبيبي بلا بزنس بلا خرابيط. لا والله هذا بزنس كذا فلوس هذه فلوس ارزاق ناس والله لك هذا اي اهبل ترى مره يهنك ترى اخذت وقت على ما ابني فندق. اوف ما انت الحين مشيت ولا لسه ما مشيت؟ مشيت اوكي مشيت ودفعت. يلا يلا يا رايدر قو 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 اوف لا وين وصلت؟ عديت؟ عديت لا لا عديت عديت محطتي اه محطة عبد الرحمن كمان اوكي ابغى مانج روح ترجع شوي كيف احط الله اوف اوف بيروح يدفع بيروح يدفع الله يعين بس 200 كل واحده اوف انت تبني والله بنطب كلنا فيها ورا بعض والله انا والله جاي في الطريق يا ابوي خلاص تعودنا خلاص كيف خلاص دن يلا عمران كيف خلص ما عدي انا يا اخي عمران مستقبل فلوس صديق لا 10 لا والله 13 والله طحت فيها لا انا والله طاح الا اللي طاح فيها ان شاء الله يا شيخ تبلع بالحرام يا شيخ يا ساتر مستعين الله دحين ذا ابغى اسوي مانج بروبرتي ان هذا روان يقول اهدي الورد لاهل الورد صباح الشوق لاهل الذوق وصباح الهنا لحبيبي انا الله الله والله العظيم انه الله يستاهل صفقة شكرا الحين كيف اقوي اوكي استنى انا انصحك يا عادل تمشي قبل اصلا ما اقدر اقويها لمره دقيقه اصلا باك المشكلة أنا رواح مسكين ركن كبير شوي هدي لا هدي أنا وأنت مسكين ركن أنت ماسك الشارعين وأنا ما أدك شارعين أوكي باي بعدها مانج دقيقة أوف في مانج كمان أوف طبعا والله رواح أنا وش رواح ما عندي الأرضين لا خمسة يا حيوان أنا بدور ديل مع واحد بس ماني ملاقي مين الأرض أصفر والله عند ما أشفر هو كم يهنك كثير إي يبي سوفت يا تدير وذا ديفل عشان يعطيك الأصفر أنا أحب الديفل يعجبني تقلب كفو وش رأيك تسوي ديل معي يا أحمد أسوي ديل معاك تامر أكبر الشارع ذا وش الدين اللي تبغاه؟ اصبر الشارع ملغم ذا اصبر الشارع ذا والله عبد الرحمن انا عندي لك ديل رهيب وش بس اعطيك الاصفر اعطيني المحطة بس بدون فلوس بدون شيء لا يا ابوي لا يا ابوي ليش انا لازم اروح اسوي ديل مع عمران بعدها انت تكمل لك ست محطات طيب عادي يعني لا مو بعادي وش الباص نسيت الباص تحت لا ما ابغى أربعة ولا ستة خلي أربعة ما عندك الا اثنين خلينا كذا حبايب الله يستر واحد وانت اصدقاء لو سمحت تعال عندي دبل هي تمشي مره ثانيه كفو تعال عندي اوكي هذه ارضي بسم الله وش الحظ يلا عندي الله يلعن بريد الله يلعن بريد لا عديتها عديتها وراح عند عمران الحين
الحين. يا الله عادي 250 تستاهل عمران والله تستاهل والله تستاهل حبيبي حبيبي تصيح. يلا مين بعد رواح؟ يلا يا رواح يلا مذ الخلق انت والله بصراحه بالاراضي الوسخه دي اللي حاطها. بروح السجن كل دوره امشي السجن ولا دبل اوكي دبل انا ادعي ودي اخش السجن فعلي تستهبل انا قاعد ادعي اني اروح السجن. درا كارد اوكي هات اعطينا فلوس يو ار از لا يا اخي للبيوت ادفع مين سكيم بس يلا للحكومه ولا اللي ما عندنا اربع اي والله اوف لا هدي 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 اللعب هدي اللعب هدي اللعب هدي اللعب هدي اللعب هدي اللعب رواح هدي رواح هدي اللعب صح صح تعجبني يا متوحش وديك بس داني عمر يسأل الألوان تفرق بالأسعار الأراضي أصلا تفرق بالأسعار خلقه حتى في نفس اللون رواح ألعب ليه لعب ستة أو أنا أوكي أنا حس أنا حسب أحد طبخ الأرض لا المفروض يجيني أنا يلا يلا عمران والله صار الوضع الأعصاب لا حنحر أنا عندي عندي أنا لا بينهم بين أرضي عندي أنا أوكي يجي 130 ما دام إنه جاني كويس خذ بعدين أتفاهم قهر طب بين الأراضي حقتي يلا أجو أجو يمديك تجيني لا تخاف يا عاد ما عليك شد 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 وتعال ما عليك تجي عند الرخيص لا لا باص باص دبل دبل كنسل المنوفلي دبل ذا ترابل ولا كان طب عنده اوكي اوكي طحنا بس طبعا 26 في تشانس ثاني في تشانس ثاني في تشانس ثاني يلا تشانس ثاني اي والله تشانس ثاني تشانس ثاني 5 7 5 7 5 7 5 6 منوفلي ومنوفلي مستحيل يس يس لازم لازم تبدا تبيع عندك هات 1400 يا ولد طح عنده طح عنده لا بيع بيوت بيع البيوت بيع بيتين بيع بيتين وهذا اللي وهذا اللي مسويه انا لا هذا هذا زياده اي 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 دقيقه يا ابوي ليه ما الناس تجي عند الرخيص وش لكم ايش الاراضي الغاليه حط ال1 اوكي اوكي لازم 1400 يكون عندك ايوه كمان بيع بيت زياده زين زين يخفف علينا شوي يخفف علينا الطريق خفف علي انا جايو باقي بيت ثاني باقي بيت زياده بيت واحد بس بيت واحد هو لا تكلمني كلم بهنقه والله طيب يلا خلاص الحين يلا تريد ولا باك ولا باك 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 قلنا ندفع تعوض خير كشكش الله كشكش الله 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 انت صح سترينجر بديت متاخر وقاعد العبها صح احمد لا تطب احمد لا تطب عنده ثلاثه باص باص بس عندك باص بس عندك باص طيب مو قاعد يلود عندي اي اوكي ولا علق عندي وش معنات الباص هذا يعني عندي ولا 3 6 9 1 1 2 3 واحد اثنين ثلاثة بس عنده جيب واحد لا لا والله بالعكس ثلاثة لا 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 تدفع تاكس اي ادفع 100 عادي بس لا يصير بس اضمن اني اطلع بعدين انت ضامن انك طالع من عنده ضامن لانه معك 3 دايس معك 3 دايسز كيف 3 دايسز كان ما اعطاني خيارات الا واحد واثنين وثلاثة بس طيب لو مشيت يلا واحد انتر. لو مشيت واحد كنت بتطب في الشانس صح اي والدورة الجاية عندك 3 دايسز بتقدر تنحاش 100% لا لو طلع لي واحد واحد ومنوفلي طيب تمشي خطوتين بعدين بتطب في أرض عمران لا بمشي خطوتين بتطب في أرض هذا إيه لا بس المنوفلي بتوديك الأرض اللي بعدها ما أدري أوكي أنا مفروض تجي عندي والله أنتوا كلكم واقفين عندي لا بس مين هذا وهذا والله كلكم لا مدامكم جايين في الطريق مخربها لا 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 يا ما بسرح لي كذا احنا ابى اشغل لك صوت اوف يلا يلا بطيح انا شوف الشارع ذاك بطيح فيه ثلاثه منافلي جاي اوكي
ستة بعدين أقرب أرض. عندي 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 لا الأرض مخيسة ذي. يلا يلا خذ ستة الأرض مخيسة يا حرام. يلا عمران عليك إن شاء الله. يا سلام افقع يا مسلم اوف طير عن أم المقبرة الشارع ذا طير. يلا تفعلي 70 أجو أوكي. كان تختار يا عمران. كان يختار. ضغطت بسرعة أنت. كان عندك ضغطت بسرعة كنت تقدر تنحاش. إيه ضغطت بسرعة أنا. إيه. معلش عادل عادي ياخذها حلال عليك. عادل خذ صفر تكفى. داي صفر. إيه بيوتي لا تكسرها. عشرة دبل. 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 آه مكان سيف هذا الحين. سيف. يمشي عشرة ولا يمشي مع الاثنين؟ بس عشرة. لا لا بس العشرة ويلعب مرة ثانية. ريو أمت. يقلع بليس قبل شوي ماخذ مني 400 الحين تاخذ مني 1408 اخذت منك تكفى جب 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 ارقام صغيره انا ما اهلكم على الرجال انا ما اهلكم ارقام صغيره يا عادل يلا انت يا شباب بلاي اجين كمان لا حول ولا قوه تكفى تكفى ارقام صغيره ارقام كبيره راح الاحمر لف لف ما عليك 6 يعني حطه عندي لا مو 6 حطه عندي مبسوط على طول شفت كيف عادل كيف مبسوط انه يطيع درو كارد You have one second for the beauty contest. طيب عطوني مبلغ زي العالم. العب يا سين. والله هذه مرة رخيصة. اوف دوري. يلا 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 ثلاثة ما ادري يا اخي بالله واحد يطب عندي. ايوه. العاد شكلك ليه قلبتي؟ كان المفروض تجي لا باص. طب بشوف. واحد 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 واحد. خمسة 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 خمسة. واحد احمد واحد. موف 1. ستة 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 زين شيء خمسة يا ولد ستة ما فيها أدفع تاكس أدفع تاكس يرجع عليك حبة شو رأيك بس أحمد وأنا أعلمك أرخص عند عمران ولا لا 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 لا, لا عمران 250 و450 إيش تقول يا الله ليش 13 أهدى أهدى أحمد اسم شاهي اسم شاهي أحمد وبعدين حتى لو كانت أرخص عند عمران تعطيها الكمبيوتر أرخص عند عبد الرحمن عبد الرحمن ايش فيك عبد الرحمن قلبت معليش هذا المنطق تراها وين شوف عبد الرحمن ما تقدر تصدق ما تقدر تصدقه ابد يقلب عليك بكذا بريال يلا نمشي أربعة عند ارضنا حلالنا يلا رواح يلا 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 رواح يلا رواح تعال تكفى لا ما كان قصدي ارميها كذا اوكي عدل المكان الله يلعن الشيطان 12 ما ادري فين توصل عند عادل عند عادل يلا برضه اعطيك والله راح يسيبك والله يضيع بالخشب بيتي طيب لح لا يا رواح لا يا رواح تكفى وشو اشغلت انا تراك ابغى اسوي ديلز انا لا ما عندي شيء انا لازم عندي شيء اوف عندك اشياء حلوه لا يبي ياخذ منك الخضراء والله يا طواح اني ما حبيعه برخيص والله لا حبيعه برخيص. انا شوف ما احتاج تبيعها برخيص انا عندي ديل ممتاز ايوه ايش الديل مره كويس ايوه طيب ما فيها أيوه. فلوس هذه ايوه طيب بس أيوه. اي مره طب عند ارضك تشيل عني المبلغ ترد على طول في الجيم الثاني ما اظن تقدر طول اللعبه نسوي اي طول اللعبه لا لا مجنون وين هذا يخرب اللعبه اصلا هذا عرض انت شوف بعطيك هذه اوكي وش استفيد منها اصبر ابعطي يصير عندك يد تستخدمها ضد لانك تحتاج اراضي من عبد الرحمن كلش ضد عبد الرحمن ما في انت تطلب منها اصبر اصبر تحتاج انت اراضي من عبد الرحمن اوكي عمران عمران اسوي معك ديل بدون ما استفيد انا فيه ولا تسوي ديل مع ذا ايش الديل حقك يكمل لي ارض ما ادري اذا عندي شيء يكمل لك اعطيتك بس لا تسوي ديل مع ذا عمران ها الارض هذه مع 800 1000 انا مخطط مخطط 500 حقي مع اي احد ها 800 او اني انا ما طب عندكم بعطيك 800 1500 يا ابوي بكمل بيصير شارع كامل اوف اوف بيصير عنده شارع كامل اوف انا في حاله ممتازه طيب يعني ابغى انا مخطط زيك الفلوس ما تنفعني طيب وش تبغى طيب والله ما حد عنده حتى مخطط انا وش تبغى وش تبغى تقدر وش مخطط وش مخطط يعني تبغى ارض كامله كمل لي يعني الصفره برضه تعطيني كرتين ولا الخضرة تعطيني كرتين ما عندك ما عندك بتكمل لي مخطط ما عندي صح اي هذا رواح لو انك اعطيتني السماويه عبد الرحمن انت وش تبغى مني انا بسماويه وش تعطيني وش تبي انت ابي وش ابي انا ما ادري عنك علمني وش تبي
ما عندك شيء ابغاه انا صح؟ ما عندك شيء خلاص اصلا من هذا استنى الادوار الثانيه خلينا نشوف ايش يصير لا خلينا نشوف احمد طيب ايش عندك ما شاء الله الحين الاراضي اللي باقيه اللي تقدر تكمل فيها ستات انتوا واحده مع عمران واحده معي واحده معك واحده مع ذا تقدر تشوف متفرقه بيننا احنا الاربعه صدقني بدري انك تسوي ديلز يا رواح ما حد حيوافق تضعين حاليا الا اذا عندك ديل محترم مع عبد الرحمن شوف رواح تحت تقدر تشوف الاراضي كلها اي مشكله شوف ما اقدر اخذ اراضي اللي عليها بيوت طبعا لاحظ خليه لما يفقروا دحين الشباب حيتورطوا وبعدين طيب دحين حاليا ما حد حيعطيك شيء طيب اوكي يلا دور يعني لو عمران. عندك مخطط بالمقابل اقول يس اوكي بدون ما تردد اخذها 8 طيب كنت معطيك 800 عمران 9 بس 25 مين عبد الرحمن يستاهل لو انك جاي 8 كان دفعت لي كثير احمد ربك يعني الحمد لله 25 عنده ولا 100 الحمد لله الدبل راح بعيد دبل يا ساتر عندي تطيع من الدبل اذا جاء اوكي اربعه ما عندنا مشكله اربعه العب مره ثانيه الله يستر من اللعبه الثانيه لا تعال زياده عندي مره زياده ايش اللي ورق اللي هناك ماني شايف دبل دبل هذه عندي بس وين ماني لا 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 اربعه إيه عندها حقت ابو مريم بس 26 قليله 26 والعب مره ثالثه الله يستر الله يستر تعال جيل سجن سجن جيل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله مره في العقار مرتفع خليك الحمد لله اقعد بس دقيقه هل 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 تجي الفلوس اذا اي تجي الفلوس والله اجل تكفي في السجن هلا والله هلا هلا كيف تدخل السجن عجل خلوني في السجن هلا وسهلا اوف 600 وش من متى ذي هلا والله وسهلا اوف اوف هلا وسهلا هلا وسهلا هلا والله والله كمني اكل زين طب غريبه ليش وداني عندك هنا عشان الباص الباص يوديك عند الاول مو الباص المونوبولي جاي جايب ايه عادي طبيت عندي يا سلام كفو كفو لا 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 هم سبعة يلا رواح لاحظة اصبر اصبر مانج بروبرتي ايوه يلا ليش راح نسوي الدين احنا الثلاثة رواح وانا وعبد الرحمن ندور الدين مع بعض انا شخصنتها مع رواح انا شخصنتها مع رواح لا ما مسوي دين مع رواح ما تبي الزرقاء يعني يا عبد الرحمن لا لا ما بيها خلها لك خلاص طيب اوكي إيه خلاص عندي فنادق يا الله الله يستر والله في واحد بينحل اللفه ذي في واحد بينجلط اي والله راحت علي يا سترينجر اي والله صايره ست ها تجيني لا لا احمد بس انت عندك إيه؟ عندك اي كفو يلا على الاقل 300 300 اوكي والله ايجاراته رخيصه والله الطريق قدامنا يخوف يا عيال والله يخوف عند الحبيب شوف 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 ايش بيسوي لا اله الا الله رواح لا 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 يا رواح تهلسبنا خلاص اللي يطلع من رواح لا تعجبني مين انا بفقع من عنده ايه تعجبني تعجبني يلا روح طاح عندك طاح عنده طاح عنده ذكر برضه بس بالاخضر 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 لسه اي لا يا الله روح شو ولد ما درك الجرح هذا شوف انت ما اعطيتني الخضره بعطيك كنت بعطيك 800 كان ما حطيت الهوتيلات بس راحت عليك كان حطيت شارع كامل لا تسوق لا كيف احط فلوسي يلا يا جو هذا بشخصنا ايش تبغى مني انا لا تطلعوني انا مبسوط انا مبسوط خلوني هنا انا مبسوط ما ابي اطلع ولا شيء خلوني عمران اسمع اسمع انا بساعدك في الدفع وانت ساعدني في الدفع لو طبينا عند الرجال لحظه اصبر خلاص ما كيف كيف قاعد اشخصنها عندك يا عمران اذا انا قاعد اتهاوش معكم مع عبد الرحمن شلون اشخصن مع اثنين والله ذي المحطه زينه يا قاعد اطق معك احمد مو قاعد اشخصن مع اي حد والله وانا مالك ثلاث محطات ومحطات يطيحون فيها يطيحون بس حقه عبد الرحمن حلال حلال احنا حلال نمشي على الحلال ايش دعوه انا حرام ما نجلس الا في فنادق اربعه حقك يلا تفضل شكرا
حيو قلبي الله يستر بلعب مره ثانيه بعد ما بيلعب يلا يلا خلني فلوس شوي طيح عندي ما بيلعب طيح عندي عقاب ما بيلعب لا والله بعد كم 9 يبغوا ينقذوني عيال والله اني متورط الله يستر لا تقول روح البورد واك go to board واك تخيل الحمد لله حلال اقول لكم فلوس الحلال فلوس الحلال دائما ترجع يلا يا رايجون تعال دخلوني السجن بليز سبعة أرضي يا شرف أرضي لا أحمد يا أخيرا من المحطة يلا يلا أخيرا شوف لو رواح يطب عندي ترى نخليه يكسر فنادقه غصب والله يكسرها أنا رطة من المحطة ما أدري فين أنت أنت يس طبيت طبيت عنده طبيت عنده طبيت يس 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 جيب 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 كسر كسر وتلات اصبر 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 كم تحتاج كم جيب. تحتاج اه اي تعال يا ترى 800 لا لا ما يمديني ما يمديني ما يمديني ما يمديني لاني انا بمر من ذا الشارع لو اني اسحب لك اسحب لك يا ولد عيب يا ولد والله ما اقدر والله فكر اسحب لك قايل لك لا تسوي ديز مع عبد الرحمن قايل لك قايل لك اوكي اوكي اجل انا قلت تكلمت مع الانسان الغلط اني قلت له هل يخونك عمران طلع هو اللي يخون عمران 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 والله اثنين من الخانة تعال سودي معي تعال سودي معي سودي معي سودي معي waiting for ابو مريم to play يلا استنى جيب فلوس ايش تبغى بالضبط ايش وضعك عمران حمد كيسي يقول خلاص اعلن كلاسيك لا 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 تعلن كلاسيك عطني عطني الارضين حقتك بعطيك كل فلوسي يا اوكي والله عبد الرحمن جاب الصراحه تفوز انت ولا غيرك يا رجال لا عشان عشان ما لو سوى بانكربت بيعطي الاراضي شو اسمه الارض يعني اي بيعطي الارض الرواح فما ابغاها يا اخي رواح اه يعطينيها انا لو سوى بانكربت لا يس يس لا مو يحطها على لا لا تروح للرواح لا لا تروح للي طالع عنده اه اوكي اوف لسه وراي فلوس لسه تحتاج كسر كسر فنادق كسر فنادق كسر كسر الحين معلش هذا ايش تسوي اعطيتك كل فلوس الله يلعن ابليسك انا الحين عبد الرحمن عبد الرحمن شفت هو اعطاك اراضي صح الحين صح؟ ايه ايه اعطاني اياها لو سوى بانكربت بعدها تصير تروح لك انت الاراضي لازم تنقص من الثانيه يا عمران بعدين تروح ها؟ لا لا لحظه لحظه اذا سوى بانكربت عند الشخص اللي طب عنده هذا الشخص بس اعطاك هو اراضي سوى تريد معك قبل ادفع لي اي اي سوى تريد يا ابوي خلاص لو سوى بانكربت بعد التريد ثنتين زياده الباقي بس يجيك فهمت مو إيه راضي يجلس سنه اي الباقي تجيك تجيني بس اللي راحت لك تروح لك اي طبعا طبعا فهذه حركه انه يعطيك كل الاراضي بعدين يسوي بانكربت بس ما يجيني شيء ممكن يسويها اي والله والله كشكاش راح كرد بكره تسلم ما قصرت رواح رواح اسمع رواح تبي الارض الخضراء انا خليني في السجن وش تبي ابي 2000 طلع طلع بس راح عند الارض حقته تبي 2000 اعطيك خضره مجنون انت انا اللي بعطيك خضره اعطني لا اعطيك الزرقاء واعطني خضره لا اطلع منها اعطيك 1000 والزرقاء 1005 كم لا انسى 11 انا صار معي كويس go to board walk اشتغلنا اوكي حقتي حقتي اوكي ممتاز طيب يا شباب انا بيسوي ديل قبل ما اطب عنده اوكي لا ديل بعد ما اطب يمكن ما لا ابي اسوي ديل قبل يا عم ارمي مع الطب اوكي اوكي ما عليك لا تخاف منه المره انت عاد اوف اوف واحد 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 ايه اشوف ده واحد يس ستة ولا سبعة اشوف اشوف محظوظ لا اله الا الله لا اله الا الله والله يا جراجل مرة طايحة ما عليك انا فيني الصيحة انا فيني الصيحة يلا يا رايقان فيني الصيحة يلا دوري يا اخي لا تهرب يا اخي اراضي رخيصة يا عيال ايش فيكم ما عندي يا الله الشباب ما يدفعون فلوس حلال طيب انا ابغى ابغى الخضره انا
تبي الخضراء؟ ايه الحين ارتفع السعر ما دامني عديت ارضك. اي صح. اي أيوه كم صار السعر؟ راح الليفرج اللي كان عندك. كم تبغى السعر الحين؟ 2500. صح عليك يا اخي، اخسر لحالك والله. خلاص مشكلتك، لما اوصل عندك ينزل السعر. يا اخي انت كانك تيمون من تيمون من لاين كينج. ايه عمران، ايه عمران، انت اللي رايح له زي السعوديين، اول ما يجيك الراتب بصر. لا 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 عمران، عمران ما في احد بيجيك، بعيدين احنا بعيدين. يسوى يسوى، خليه يتوفر. في واحد طاقيه هنا ما ادري مين هو، بس انا بعديها بعديها. عشان كذا قاعد يقول لك ما يسوى. لا لا يا شباب، يا اخي عبد الرحمن يا الله. لا انا مع عبد الرحمن، انا معه. لا لا اول ثلاثه مع عبد الرحمن ولا مع عادل؟ انت تمشي تشتري اراضي عبد الرحمن، تحط الفلوس في شيء تمشي ثلاثه، ما تعرف ثلاثه المينيمم تمشي. والله يستر، ضبطني شوي. دبل لا حول ولا قوه الا بالله. يا روح الفري باركينج، عارف يا حمد، عارف اني ابيع برخص بس ما يهم، حظ اللعبه ذي، سوي اللي عليك وما تعرف ايش اللي يصير. شوف الحين عادل يضيع، الحين يطلع له 10 ويروح يسجل مره ثانيه، ما عندي مشكله. 10 12 لا لا 12 ارض فاضيه. لا ارضي انا، ارض يعني، يا انه يا ارضي بصفي. انا راح راح تخيل عندك الارض كامله. تخيل تخيل كان كان. يلا يا رواح تعال قرب من عندي، انا مره احتاج فلوس، مره احتاج فلوس. رقم التافه هذا. اوكي ها رواح، تبي الخضره ولا ما تبي؟ عبد الرحمن انت تعرف وش ابغى انا. انا سويت اعمال استشاريه انسى. فاعطوني انسى انسى فوق، ادفع لك فوق ال1000 انزل من الحين. اقول فوق. اوكي يعني كنت انت بتكمل ست وانا بكمل ست، تعطيني شويه فلوس. ايوه اعطيك الزرقاء و1000 وانت تعطيني الخضره بس. 1500 طيب. لا لا هذا الدير حقي خلاص. خلاص اخسرك منه عنده فلوس هذا الهامور، اخسرك منه عبد الرحمن. الا مالي الا اجو اول اوت، ما في الا كذا. مسوي لعيب زي طيب. بس لا لا الشباب بيمرون الحين. اي بس يو وينت اول اوت بدري على اساس ان لازم اعدي رواح. لا 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 احنا بعيدين. لا انتم مو قريبين. تعال عندي يا ابن حلال، ليش تدفع لي زياده؟ الله كفر. ولا وبلعب مره ثانيه. لحول الله الله دبل. اعطيني اعطيني 9 بالله، 9 دولار اطلع منها. اربعة ارضي ارض. اوكي يا عبد الرحمن، يا رب يا رب سجن، يا رب سجن، يا رب سجن، يا رب سجن. يا عراه. ايوه عندي يا عراه ولا لا؟ لا لا ممكن. لا 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 سادس 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 عند الحبيب. عند مين؟ ما يمدينا سامحك؟ عند عند عادل. عند عادل اللي جرت طايح ادفع. لا لا بيلي والله. لا لا ما يبيع شيء، ما يبيع شيء. اعطيني عندنا مورجج وما مورجج، الامور زينه. ما يمديك تسوي مورجج الحين ولا؟ الا الا يمديك. رهن ارضى. ايش يسوي المورجج؟ ايش فاكر ايش فاكر رهن الارض؟ رهن الارض يقفل الارض، يصير ما حد يعطيك اجار عليها. لا يعطونك نص سعر الارض. ايه لا. لكن اذا جيت تفكها لازم تدفع قيمه الرهن، قيمه الرهن زائد نسبه. شكرا على المية. عفوا. رواح عد المكان الله يلعن بليز. ابو مريم، ابو مريم بيسوي بانكربت عندي شكله. باص باص ستة. اوكي اصبر اصبر، لا تضغط لا تضغط، تقدر تمشي خطوتين. أربعة او ستة. أربعة والله مثلا. أربعة أحسن. لا 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 أنا أنصح. أربعة. لا لا أربعة. صدقني أربعة. أربعة. لا يمكن بورد واك. جود 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 ما حد حولك يا حولك يا ابن الحلال. بس حب. يا عمي يا عمي هذا الكوب هذا الشيء اللي يرجعني. ما في سبب ثاني. يلا تعالوا. لا هو هذا قريب عادي كمان. يلا 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 كم هذه؟ كم 10 10 10 حتى عدى عمره بعد. لا
لا لا لا لا لا كويس كفو كفو عادي لا في النص في النص رجع خطوه يقول له دحين دكتور سفي ادفع 50 عادي ما هي مشكله كي عادي بدا يرجع شوف فلوسه بدا تطلع بدينا نضبط الامور بالله اسكت انت جد عادل لا يا عادل ارحمنا يا اخي ارحمنا روح روح عادل روح 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 في واحد يفكر الثاني روح سكين عادل هو هو خلاص هو هو نظام واحد يغلط غلطه انتهى الفيلم اي غلطه واحده كلنا عندنا غلطه واحده اللي روح عنده 17 غلطه يا الله طيب اوكي باك احمد لا تلعب انت ليه بروح اصلي المغرب بعدين اجيكم خليكم بس خلي الجيم زي ما هو بدك تحط ستارت ولا ما عاد بدك تسيبه ما يروح الدور ولا اتوقع يروح لانه اونلاين اي اونلاين بس والله ما راح نلعب ثاني قاعد نلعب اي اي لا راح دور عاد يروح دور عاد طيب انتوا العبوا كمل انا بروح اصلي بسرعه وارجع له لو جاء دوري عاد ما يهمني خلاص اوكي زين ممتاز دبل اوكي 10 ثواني يعني ايه طب عند عمران سبحان الله ما يدري لا اوف 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 اوه محطاتك المحطات حقتك سوي لها مور لا لا المحطات اي والله المحطات صح ايش رايك ايش رايك فيه والله تعجبني انا قاير يعني لا هذه حقتي حبيبي هذه حقتي طيب مورقد هنا طبعا عبد الرحمن كيف تشيل المورجج تروح عنده وتدفع قيمه نفس اللي دفعت نفس اللي اعطاك اياه يعني من المورجج لا 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 انا قال لي 110 ترى زائد 10% زائد 10% اوكي اوكي اذا انقهرت من احد انا وانا العب كان بيفوز علي اسوي مورجج كل الاراضي حقتي اسوي له اسوي بانكربت عشان ياخذها وهي مورجج عشان لازم يدفع عشان يفكها هذه كم هذه عندي لا عند راح اي بس كم يلا 9 دولار 8 8 9 هو 8 تعلمني يا راح بلوبلي لعب يا الله انت كل شيء عندك كذا يلا ادوركم يا شباب الله يستر الله يستر ابي 11 افا جاك 12 كنت ابي 11 والله كنت ابي اروح سجن ارضي ارضي ارضك يا رايجون يلا ربطنا تكفى روح 9 طير يا رب 9 يا رب 9 وش ذا اوكي 9 9 9 اي 9 ادفع 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 كش كش عادي عادي دفاع يا ساتر ادفع والله احمد بدا يرجع ترجع مو ما شاء الله كو كو احسن يستاهل الحين عمران يعني كنا متفقين يا واحد طول الجيم عنها على احمد تروح تسوي ديل معاه اكيد بقلب عليك واحمد صار صديقي خلاص حمد كي اس اي كاتب قال اعلى الطموحات صارت سجن اي والله والله انا صادق من جد والله لان الشارع يخوف صراحه اي من جد جيم ويتنج فور الراشد تو تشوز بانكربت المشي اوف مش على ديسكونكتد مش على ديسكونكتد مش على ديسكونكت طب ما تقدر تخش لا اوف ليش ديسكونكتد وسو ما قام قال لي جاء قال لي جيم تو هوست ديسكونكتد طب حاول تخش علينا مره ثانيه طيب بشوف اسمك فينكنسو وش اللي صار دوبه تو تلعب انا طحت عندك اعطيتك 450 ورواح طاح عندي وعبد الرحمن طلع لحظه جاني اوبشن قال لي ترجع تدخل اللعبه اي بالله حاول ترجع اي والله ارجع عبد الرحمن اي والله حرام توني بقول لي امل اني افوز ثلاثه شانس يا واحد يا اثنين يا ثلاثه اوكي اوكي يقول لي بليز ويت هي ويل سون جوين ذا ماتش اوكي يو بيلدينج لونج ماثيو
ممتاز ممتاز. ايوه بلايرز جويني كويس. حلو حلو. حطك مكان فينشينزو. ايه اكيد ولا كين. ايه اوكي اوكي حط كويس. زين زين المشعل اوكي اوكي. الحمد لله الحمد. يلا يلا يا عادل. يلا بسم الله. اوف قلجت ال عمر يقول فينشينزو عندي. صرت اخاف من الدبلات هذه. يوه 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 عدول هات الاراضي حقتك كلها ما عليك. ايوه هات الاراضي. لا 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 تعطيها شو اسمه رواح. عطها اي احد ضيع فلوس مسكين. حط فندق. حط الله حتى الظاهر حتى لو سويتها كلها ما بتجي ولا مو عشان كذا عطني عطني اراضي قالي هي واعطيك فلوس عادي 300 ولا شيء لو شلت كل الاراضي سو بانكروبت. جيب الاراضي جيب الاراضي عندي انا ادفع لك. يلا لا 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 كم بعت اللي عندك صاحي كبير عادل كبير. هلا هلا عادل ليش كذا بيع اللي عندك يا اخي بيع اللي عندك. ما حد جيب 900 انا بجيب ارهن اراضيك بعد. حرام عليك يا اخي استعجلت مره عادل والله راح دمرت جام ذالي والله قلت لكم انا برضه قاعدين نقول لك حنا شفت كيف بتفرع لك. شوف حتى الشات خزعلان عليك يقولون خربها افا. يلا العوده. رواح والله ما تشم الخضره. لا لسه يمكن اطب عندك. اوف الله يصدر. اوه ابو راشد السر عند مين طاح؟ اوه عند عبد الرحمن. والله الحين اللعب بين عبد الرحمن. لا لا اصبر اصبر لا انا لازم اعدي ذا المنطقه دي. انا ما عندي الا ارضين بس انا لازم اعدي. عنده شارع كامل. ايه الله يستر يعني الله يستر دبل. لسه 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 اربعه وكويس يا رب. ادفانس تو جو ولا اي شيء. ادفانس تو بورد ورك يا رب. هذا فن الحمد لله. تعال عندي يا سيد. انا اطب عندك بس اطب عندك ولا اطب عند الرجال. اطب عند الرجال. اثنين يا سلام يا لا لا انحشت انحشت. سبعه الحمد لله. ثمانيه لا راح عند عمران. الحمد لله يستاهل عمران. الله يسعدك حبيبي. عمران يستاهل. انا والله على الله راضي اني بسعاره معقوله مو زين. تفضل طال عمرك. هذول اللي يحطوا لي بكم ب 2000 الليله وجع. يلا يلا تحس ان عمران معاني من جد يعني. روحي مره نشب المشكله. يلا يلا حارتنا مخرب على رزقنا يا رجال. سجن سجن سجن. لا لا ان شاء الله تجي عندي اسجنك ببيتي والله طيب. ها شوف لحظه لحظه يا شباب ما غير اطيح هنا في كل شيء عند احمد. الرواح لا يسوي نفسه بريء ترى حتى هو عنده ذا الشارع في الشارع حقه. لا مو بحقي مو بزيك انت انت عند باني على كل شيء. انا ما عندي فلوس ابني انا. يلا عمران عاد عندك راضي عاد اخذتها اوريدي من باني باني عليها 6 7 9 11 او 12 كلها حقي. سيبوا القطه بحالها يا عيال صرفت سبحان الله. عندي تعال مبلغ صغير. ها مبلغ صغير بس. طب والله خذه والله خذه تفضل. هي صغير صغير مبلغ صغير ما عاد شفت حلال عليك. هذا حق بس هنا اموال 100 100. يلا مرة ثانية وش ابغى مرة ثانية ليش؟ طب حالة حلو حلو ممتاز. اوف 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 عندي انا عندي اوف 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 يا الله يا الله. عمران خذ لك حمد يقول فنادقي مطلع على بحر. فنادقك انت على مقبرة. اي والله فنادق مقبرة رخيصة يا ولد. عطني اراضيك كمان. ما يمدين يمديك تسوي تريد معايا مشعل اعطيك اراضي وكل شيء. صراحة يعني انا في منطقة حرجة يعني احتاج الفلوس. اسلمك الجيم اعطيك اعطيك شخص عرض مو خرافي وبس. ايوه هذا انا ولا انت ليش اراضي؟ لازم تبيع الاراضي قبل تبيع الفنادق اللي عليها. لازم تكسرهم عشان تدفع انا فلوس. عندي ارض اعطيني بس الباقي وبعدين ادب اعطيك ال اعطيك باقي ايش؟ خلاص. ايش تقول انت؟ بيع بيع الفنادق عمران بعدين بيع الاراضي. فين فنادق المعفن ذي؟ ايوه هنا هنا.
بسرعه يوم بالضبط ياخذ السنه هذا عشان يسوي. يا الله ما ادري ايش مراد صراحه قال. قصد انه ليش ياخذ وقت انه كل شوي يضغط. لا لا يوم قال عطني اذا وبعدين كان على اساس عطني سلفني شوي برجع لك اياها يعني عرفت. يعني يا احشر مورجج. لا يا اخي بيع مورجج يا حبيبي. وبعدين بعدين ايوه بنك 900 والباقي بعد الشهر الجاي. يا اخي هذه حلاوتها انك ما تلعب على الكمبيوتر حلاوتها على البورد. عطني الارضين عمران واكمل لك. تقدر تعال عمران عطني الارضين عمران واكمل لك 200. لا 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 سوي ديل معي. سوي ديل معي على اراضي مره ثانيه تركت فعش اكثر. معي انا عمران معي انا تات. عبد الرحمن عنده شارع كامل يا عمران. انا احب التجار الوسخين اللي زيك. كيف انا يا عمران فكر في الموضوع. عنده البنفسجي وبرتقالي باقي لك 200 عمران طلع عادل مو انا اللي طلعت عادل بعد. عمران والله يا الله. لا 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 300 وشو برجع لك ارضك انا لما تجيك فلوس بنفس سعرها. والله انا التعامل الطيب. شوف خلاص عشان كذا اروح انا عند الرجال خلاص ارد لي لما اطلع من الزنقه. اي بس خذ فلوس الحين عشان تدفع الزنقه حقتك. كم محتاج؟ 200. خذ 250. خذ 250 اعطيك 500 عليها عمران. اعطيك عليها 500 برجع لك اياها لما تجيك 250 ان شاء الله. ان شاء الله يا ابويا بسرعه يا اخي. يطلعني فوق دقيقه 300. انت قلت كم؟ خلاص خذ 300. انا قلت 500. خذ 300 خلاص فكنا بس. انا قلت 500 يا عمران. طيب هذا لسه يتكلم 600. يا الله لا خلاص. واراضيك اراضيك راجعه ياخذها منك عبد الرحمن. اذا جت بس اذا جتك فلوس في اي وقت تبي تعال خذها بنفس قيمتها. ان شاء الله بس نسجل. ادعي لي ان شاء الله تنسجل. ان شاء الله بس نسجل. استغفر الله. اوه صوتك جاي والله حسين. يا حسين طبيت عندي على كبير. الله اوكي كويس عندي مبلغ هذا. خذ فكوني من الزنقه ذي اللي طحت فيها. يلا دوري. طيب عبد الرحمن سم الله عدوك. الصفرة بالبنيتين والمحطة. ايش اعطيك صفرة تكمل لك الست حقك. حلو. تعطيني بنيتين ومحطة. اعطيك بنيتين ومحطة وخضرة بعد فوق البيع لو تبي بس اعطني فلوس. لا ما ابغى فلوس انا. انا احتاج الفلوس صراحه. لا ما ابغى اعطي فلوس. صح عليك يا ترما. اي عشان انا احتاج فلوس. انا ما احتاج اراضي. اراضي انا احتاج فلوس بعدين. معليش طيب توني اذكر ان خليها بعدين. البنيه بترجع لعمران. الله لا انت خذيتها ما عليك. انا برجعها له. انا برجعها لعمران بنفس السعر. المفروض القانون يقول لك انه السجن ما ياخذ فلوس. المفروض انا هذا اللي اعرفه. نسوي احنا نلعبها. احنا لما نلعب بورد نلعب انه اللي تسوي السجن يتوكل. اي ما ياخذ. تدري ايش المصيبه؟ اني املك اراضي كثيره. طب الحين اعطيتني. لا هذه مورجج. اوكي لا مورجج. اني الحين في امل اني اطب في اراضيك وما اسعى اكثر من الاراضي الغاليه. قام يكحكح ابو ارضين مبسوط. هذا مره الحين مسوي فيه انه ماسك الجيم. انا ماسك عندي ارضين. فين هو؟ 4 6 او 10. وين 6 يطيحني؟ 6 ارض عند عمران او على سعر ارضي. رخيصه بريالين. خلينا نشوف اذا عنده الخيار انه ما يطيح. رواح ما في. كلش عندي. ما في كلش عندي. ايش تبي؟ طيب ابغى الخضرة يا اخي. تبي الخضراء؟ تبي الخضراء؟ تذكر يوم اقول لك 2000 تقول لي ما في وتتشرط؟ لسه تبغى 2000؟ لا ما في. الحين ما عاد في. ما في. الحين صارت 3000. 2000 ماني معطيك اياها. 2000 ماني معطيك اياها اصلا.
والله عندي ايش قاعد يسوي يا الحظ الله كفو عمران كفو عنه افقع ارضك ارضك هذه ارضك حلالك حبيب 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 حق الرعاية بس اعطيك طيب انا خلصت الحمد لله والله كويس يلا تعال نطب عندنا عطنا خير يلا دبل دبل احمد اوكي جاي يا ساتر يدور على رواح اي لنا عشان نشوف كيف فعلنا بعيد بعيد اي ما يحتاج الدور الجاي الدور الجاي نسوي نحط بيوت واشياء زينه وين رواح جد اختفى انا هنا ورا اوكي يلا رواح تعال عنده وشيل الفنادق اللي ورا بعدين الفنادق برضو بما اني انا طلعت بصلي المغرب برجع اوكي اوه على القطار مورغرت ما عليك اوكي هذا الكلب جاي بحارتنا ايه راجع بقوة انا راجع بقوة يلا 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 اي اكل قطوة تعال والله جيت والله عند عبد الرحمن عندي لا لا مو عندي مو عندي انا مو عندي مو عندي سين اخذ بعدين عبد الرحمن يجيبه احمد ترى انا ما حطيت بيوت عشان تمرن شكرا انا ما اتوقع اقدر افوز مستحيل مستحيل سبحان الله يا اخي هذه مبروكه المحطه دي مبروكه 20 ولا ما ادري كم خلنا نعدي بس المنطقه ذي والله من جد انا كيف اقدر افوز عديناها ولا ما عديناها يا سلام يا سلام يا سلام نفسها زياده 200 حطيت كلها فوق 200 والله شكرا فساد طيب اصبر نجازف خلاص رواح قرب لازم نجازف لازم نجازف خرب زياد تعجبني بس خلاص ما تقدر تقدر تبيها لحظه رواح تبي اوريك الحين كيف انا اقدر ولا ما اقدر مورجج 1000 اصبر اصبر انا اوريك الحين اللي في الجنوب اللي في الجنوب تحت اصبر اصبر اوف اوف والله مره ايوه صح عليك عبد الرحمن شخصنا مع رواح وعمران شخصنا معاي اكس عليهم اي عبد الرحمن نبي ثمانية عمران شخصنا معي انا احمد ما اسحب عليك صرت انا المخيف تطلع ينكسر ظهرك وتعطي اراضيك لعبد الرحمن عمران مستحيل يكمل لعبة عمران مستحيل يكمل لعبة ما يشخصن على أحد مستحيل إيه مستحيل إيه ما يقدر أنا يا أفوز يا أخسر الدورة الجاية خلاص يلا يا رايقو يلا أحب الثقة أنا روح انقز عنده تكفى يا رواح عنده عندي 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 حلو طب في الأرض هذه يلا وبعدين في الأرض اللي بعدها يلا يا الله يا الله يلا بعدين الأرض اللي بعدها كمان اللي بعده كمان اثنين اعطيه يلا 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 الارض اللي بعده احسن طلعني 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 برا دبل 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 لا كفو كفو لا الارض اللي بعده كفو اوكي اقدر 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 الله 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 شوف كيف والله عوضها على طول والله صادق رواح المفروض يعني الواحد ما يحقد على رواح هو عادل عادل يعني سهلها لعبد الرحمن كذا سريع اعطاه اياه كذا اي كل سهولة اوف انا بسوي مانج ليش يا اخوي تسوي مانج انت غلط طيب بالله عطنا الفلوس دي اللي معك انت طب عندنا الحين عطنا اياها لا 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 تكون مره حسود انت تبغى كل شيء ايوه طاح طاح يعني والله فكرت انك ترد لي حلالي ما عندي صراحه خلاص ما تقدر تسوي شيء عمران صح لا لا دين دين هات 500 ورد لك اياها بعدين وش خلاص يعني اللعب صار بايخ خلينا نتنفس خلينا نتنفس خلينا نتنفس شوي 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 نتنفس بس ما عليك
رد لك يا لا يا ابوي هذه فلوسك هذه فلوسك انت يا عمران هذه فلوسك انت يا عمران ام باك فلوسي بقى لا استنى خليها بعدين نتفاهم بالفلوس لما انت تتورط اجيك انا طيب يعني تبي اعطيك 500 واخذها مره باك هو مو 500 هو كم عليه انا عليه 500 يعني 400 ايش فاتني طحت في ارض عبد الرحمن مرتين والحين عمران طاح في ارض عبد الرحمن بس عبد الرحمن بيعطي له فلوس ما لا انا ما قلت شيء ترى انا ما قلت شيء هو اللي قاعد ياخذ فلوس عليك منه هذول حسده بس ما عليك اوفر كيف طب ديل وين ليه ما بديل لازم اعطيه فلوس خذ عطني ريال من عندك يا الله قلت كذا تدورون فلوس طيب عدد موني عمران عشان ما نطول اللعبة هذا آخر الدين صراحة أنا سامحك أوكي خلاص أنا راضي فيه والله قبل فيها زلابة لا 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 كثير لا 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 خذ 500 بس والله ما عاد صارت منافري صارت لعب عيال لا ترى عمران لا بس أقصد إن عمران already is out بيت لو إيش أسوي ما معه أراضي ولا عنده شيء يعني ما تفرق إني أطلع الحين الحين بعدين خليت معاه 27 عشان يعطيها واحد شكلي لا ما طحت عندي قبلها ما حد له اموال وسخ ياخذ منه ورد سبيدينج فاين سبيدينج فاين مستعجل يا احمد مستعجل مره تذكره بسرعه انا بس لو عدتي المنطقه هذه اللي تخوف حقت الاراضي رخيصه اللي في الجنوب يا عبد الرحمن اللي في الجنوب مره رخيصه ب 50 افا هذا الصندوق احس اي بس احس انه بيقول لي رحل لا حيقول لك اعطي عمران 1000 ما عليه صدقني بيقول حط عمران اراضيه اللي فاتت حشو ندفع للمدارس مدارس فخمه بطيح عند احمد اراضي يروحون مدارس يلا ما ينفع اسوي سكيب طيب ما بلا طب غيرك عند احمد لا هي بعيد كويس 10 ارضي اللي سويت لها مورجج لا والله يوتيليتي احمد يا ليه يا ليه رواح تذكر يوم كنت تقول 2000 ما تشمها والله ما تشمها وين راح والله ما تشمها اصلا ما معك والله ما معك انا اشوف حل لي خلاص بانكرابت عمران عبد الرحمن والله لو معي 10000 ما اعطيك 2000 لا تعطيني صدقني تعطيني لو ما والله ما اعطيك والله ما اعطيك يلا عمران انا يعني والله ما اعطيك انا معاي فلوس والله ما عليك دفيع ورجعت لي فلوس دفيع انا يلا احمد عدي المنطقه عديها لا بيعديها مستحيل يجيب 3 اصلا اوكي يا حوسه ناخذ 200 نقول لا يلا امشي قدام 3 خطوات ادفع لعمران 1000 بورد واك يس لا لا يا عيال يا عيال عزك يا استهبال احمد هذه الورقه اللي كنت خايف انها تجيني يس انا طيب الحمد لله بنعدي المنطقه هذه عبد الرحمن الله الله ارقام كبيره تكفون كنا رقم كبير اخر واحد الحمد لله محظوظ الحمد لله مساكين قوة بعيد عنه بس ندفع للحكومة ندفع عادي حكومة رواح ما يلا لعبتك يلا لعبت الفين ان شاء الله تاخذ لك لفه كذا طيب يلا تعال كل بيت تتقهوى عند عبد الرحمن في كل فندق تبارك له على الفنادق بسرعه رواح يلا قرب رواح قرب يلا 100 تفيد منها تفضل تفضل ساير طيب بالفلوس الكثيرة غصبا عنك تصير طيب عمران مع ريال بالفلوس الكثيرة غصبا عنك تصير طيب حلو هذا شلون ما شلون الجملة هذه ما أعرف شوف عمران 200 حلوة لا مورجج ريالين هذه ما سويت رجال روح بس ما سويتها مورجج دي أنا ما عليه بس خلينا نطلع بس 199 إيش فيه طيب صار أدري عادي اللي سكيب كنا على احمد جيب صفر تكفى والله ناشف 10 وين اوه قريب شانس مره ثانيه 8 شكرا الله يعين والله اراضي جنوب مره رخيصه عفنا انت ما بيسكن فيها يلا دبل الله يستر
اوكي هذه بتروح عند ارضي؟ لا 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 المحطه اي هذه ايه ارضي اي ولا شيء هذه ولا شيء يدور فلوس ارضي ارضي طبعا طبعا مستثمر عليه شجن مدامكم مدامكم جايين في الطريق اي 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 اللي بالجنوب بالله يا عبيه والله مدامكم جايين في الطريق خذ جزر شد 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 يا عبد الرحمن شد والله سخيف والله يا اجو مكالماتك الخاصه خلها بعيد تكفى مكالماتك الخاصه خلها بعيد تكفى اصلا خلص ولا تبغى تمشي تمشي عادي ولا بتجلس معانا عادي كيف؟ أقول خلص لو عندك شغلة بتخلصها عادي بدك تمشي ولا يعني يعني ما تبغى تسمع صوتي يا عمران؟ لا احنا مكالماتك خاصة ما نبغى نسمعها بس يا حرام دي استنى 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 ايش قاعد يصير هنا؟ رواح قرب رواح قرب تابع وقلل الكلام والشارع ملخم شارع الله يا عمران الله يستر يلا ان شاء الله عبد الرحمن عبد الرحمن تبغى بجي عندك عمر يقول طريق الموت اي والله طريق الموت وين وين عنده خلاص عن طريق الموت بانكربت الله يلا لك ال200 حلالي كله لك لا حتى الاراضي اعطيتها الحين ان شاء الله ما عنده اراضي ما عنده اراضي عشان كذا قلت مساح مو عنده لا خذها عبد الرحمن اعطاني اياها حلو عندي عندي خيار عندي خيار طيب خياراتك الله يسلمك ثلاثه اللي هي ارضك خمسه ارضي او ثمانيه ارضي لا كميونيتي تشيست جواب حرق ارضك لا يا ابوي ثمانية مو كميونيتي كميونيتي تشيست شف تجي عندي شايفه قايل لك عبد الرحمن ما تقدر تصدق باي شيء اي مره طول الجيم قاعد طول الجيم قاعد اقول لك وذا يوم غلطت مره واحده مسكتوها علي مستحيل لا يوم صار الوضع حرج بدأت اي مره انت تبني التراست في البدايه وبعدين تقلب عليه مو عندي الا عندك ليش لا 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 في النص بينهم بينهم الحظ وش هذا بس ذا نيرست هذه عندي اي حقك حقك يلا عطني لا ليش العب مره ثانيه عشان تعطيني الدبل لا عشان يحددون كم تعطيني اوكي اي عشوة احس بمشي بغيت اصيح انا انت انا مأمل رواح يا رواح ها اي انا مأمل رواح يدفع لي بعدين امشي روح بعيد روح بعيد ما في كل الشارع ذا حقي لا دبل عندي 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 تكفى فندق فندق يا الله ادفع ادفع يلا يلا طب مره ثانيه طب مره ثانيه تكفى ارقام صغيره لا بيلعب ثانيه ارقام صغيره لو سمحت لا الطب عندي مو بعنده حلو رقم صغير صغير رقم صغير أربعة يختار لا يختار 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 واحد اثنين ثلاثة لا اي واحد اثنين ثلاثة انا قلت اثنين ثلاثة ابو ثلاثة لا لا اثنين لا يا اخي اثنين خطوة ورا خطوة ورا قلت اوت اوف جيل فري كارد ما تبيها انت ما نبيها احنا ما نبي نطلع ما يلا يلا You own this property. والله الوضع يخوف يا شباب. الوضع يخوف. يلا الوضع يخوف. ستة سبعة ثمانية. لا كويس كويس محطة. ولا؟ لا مو محطة. لا لا واحدة بعد. أوكي بعد. إيه. قتال أوكي. ما حد يبيها. لا لا هذه تفيدك تفيدك عشان ما تدفع الخمسين. يلا رايقون. ما حد يدفع الخمسين تبي تقعد اي بس بعد ثلاث دورات غصب تدفع اذا ما طلعت باص 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 المدرسة لا عشرة وشو عادي مشي اوه في الاصفر صح المول عند احمد يلا اوكي كويس 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 والله الوضع حرج مره مره حرج يلا احمد برد وصل ثاني البنفسجيه تحت ابنيها فكها ليش مخليه مقفل البنفسجيه مفتوحه وحطيت عليها ايش فيك لا الاول واحد الارض يس يس يا سلام طيب الحين لو اسوي بانكربت يروح الرواح كل شيء له رواح ايه يلا خذ يا رواح لا كفو ايش احمد كذي انت تقعد نظامك اسكت ولا كلمه
كل نظامك ما تقدر تقول هالكلام. قاعدين تتفقون انت وعمران، انا بتفق مع رواح اذا اللعب كذا. انا عارف ان كان يمديني، بس دائما اللعب كذا العب كذا انا بعد. طيب احمد، احمد يستاهل صابك احمد. اي كبير والله، كنت بعطيك شو اسمه والله تراك انفجرت يا احمد، بعطيك اي اي لانه انا 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 شايف هالشيء وقايل الشباب ترى اللعب عيال، قال لا لا ما عليك عادي. بس لما اجي جيت سويتها قالوا لي لا شلون لا 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 بس بقول لك شيء يا احمد، احمد بقول لك شيء ترى لما يبقى اثنين وانت تلعب سبيد دايس وتسوي بانكربت يفيدني انا ما يفيده هو. ليش الحين بقول لك بعد ما اختار وين اروح؟ وش اللي تختار وين تروح؟ لاني جبت الثلاثة كلها نفس الشيء عشان يشوف العدد. لا يا ابوي، لا يا ابوي بروح سجن. عندك كتات في جيل الفري بس ما يستخدمها الحين. يستخدمها الحين هو كل ما يجيب صورة مونوبولي بيطب في واحدة من الأراضي حقتي، بس هو لأنه عنده أراضي كثيرة. أنا فهمت أنت فتني لما سويت كذا معاه، لأن أنا ما عندي أراضي كثيرة، لكن هو الحين أراضيه واجدة. إيه مشكلة ليه ما تطلع؟ ما بتكلم ما يطلع. هلا هلا بحمد، هلا بحمد، شكرا على الشير. الله الله إحنا معاك يا رواح. ما يستاهل يا حمد، ما يستاهل. شايف كيف؟ واضح واضح انكم انتوا اشرار في في الموضوع. ايوه ايوه هو صادق. اي واضح. لا 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 طب عندي طب عندي تعرف اللي ما عندهم شيء بعدين لما صار عندهم صح؟ صاروا هم اكبر من الهوامير بعد. والاحمر هذا حقي صح؟ اها كويس. والاحمر صار حقي. يا سلام الله. هدي هدي انت وياه، هدي انت وياه. الله هلا هلا عادي عادي عندنا فلوس. يلا خير واجي. جو تو بول، جو باك تو سبيس. الله ارضي ارضي حلالي. عشان ترجع مره ثانيه ما نرجع حنا. انتر اصبر نفكر نشوف. فكر ما نرجع حنا رجع يا عبد الرحمن. على اي شيء، على اي شيء عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن، في في فائده نسوي تريد انا وانت ولا لا؟ لا لا ما مسوي معك تريد. انا ما في تريد ابد. اي انا في المقدمه يعني ماني مسوي تريد. طيب اوكي الحين خليك في المؤخره ما عليك. كف. يعني من اول اللعبه وانا قاعد اترجاك تريد وانت شاري محطه مورجت فكها. لا لا دفعت المورجت احمد فكيتها. المشكله يعني يا رواح الحين احمد انت اول انت بالفعل احمد الحين ست كونسلتنت في اللعبه طبعا. عبد الرحمن قل قل الفلسفه تكفى ولا أوكي. يا سلام الله الله يخلي يا سلام. عبد الرحمن هات هات كل مورجز على البقيه. هات خلنا نعدي ذا الشارع بعدين بفكر. 2400 يا قحروطي. اي ذا الشارع، ذا الشارع 2000 في الشارع. وصلوا 400 على الاقل، 400 يفك لك كل شيء من الرخيص. خلاص دورتي الجايه بفكر اللي تبي. خلاص راضي انت؟ لا ابغى محطه ما اقدر العب في العين. اه محطتي صارت. اللي دائما تطب فيها. اي يا سلام الله الله. ليش طبيت طبيت هذا الله طب فيها. نايس شفت يا عمران، نايس شفت يا عمران. على الاقل 400 تقدر تفك الارض اللي في البدايه هذه. خلاص الحين بفك، الحين الحين بفك ما دام اني دفعت 2000 1005. اي اي طيب طيب طيب. المشكله ما عاد في فنادق. ما عليك على الاقل اربع بيوت. كم الاربع بيوت؟ بحط اربع بيوت يطلع لك شيء. اه ليش؟ اوه عمر الحين معك يا عبد الرحمن. ما ادري ايش كم الليمت، بس قبل شويه يوم كنت قاعد احط فنادق اخلص الفنادق. عشان زيف البورد اصلا عندك يعطوك الفنادق يمكن حوالي 10 حبات بس. يعني شوف ها يقول لك ما تقدر تحط فن. اوكي لانه بالبورد اصلا يعطوك 10 مع نفس البورد يعطوك الظاهر كذا عدد. وش بلدك اللي خلاص اول ما توصل؟ اكشن. لا لا ايش اكشن لاس ايش صار؟ نوب. انا واحد يبيع لي فندق. اوكي روحت تبيع فندق.
فني حتى بالورد ما يكتبها. ايش ضحكات ون بيس هذه اللي فجأة طلعت؟ عمر يقول انا مع عبد الرحمن كفو. توني قايل لك انه عمر يقول من صراخ وما سمعت. يلا راح ادفانس نيوز ريد. انا اوكي ممتاز حقي افا عد المنطقة الخطر. ايه قهر. يلا دارك خش منطقة الخطر. ما في وين بعيد ما عنده الا منطقة خطر واحدة. لا عند الحمراء. لا في الحمراء. الحمراء ما تخوف. اوف طيب طح فيها. طيب ايه طيح يا كثر ما طح فيها. ادفانس جو كونكت 200. الله والله محظوظ. مش محظوظ. وين لحظة وين وين محظوظ؟ دفعت الرواح ما في ما مشيت. طيب محظوظ يا اخي. لا تقول ادفانس تو ما اخذت. الا اخذت 200. لا الا لاني انا مريت منها ما في ادفانس تو. 5 سكويرز بمشي 5. لا لا 4 يا رواح. دقيقة شيف. يلا امورك كويسة. اموري كويسه. اموري كويسه مين؟ اموري شكرا. هو اللي حاط 100. حاط 100 اظن. الله يستر. يقول تيم رواح. الله يستر. يلا يلا اسود. اي كويس عد 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 السجن. روح عند ريفند كولكشن. شكرا. الله يستر. هذه اللي تخوف. هذه تخوف. مين بياكل هذا الحين؟ هذه تخوف. عشوة عدل. منطقة الخطر الاولى. اي عنده عنده. وشو عنده وشو؟ ارضي ارضي ايش تبي؟ هاي يقول لك. هاي. تفعلي. تفعلي. هذه الحمراء اللي انت مو خايف منها. ايش انا عندي انا في ال غريبة. وهذه الحمراء حقتي انا في الصفرة. انت مت في الصفرة في الحمراء. لا عندي انا في الصفرة. ايش فيكم؟ وش احنا طالع في عندنا في الحمراء. ادفع ادفع يا عبد الرحمن. ما في شيء عندي ادفع. ها علقت اللعبة. علقت اما علقت نظام يوبي سوفت. وات وش طالع انا واحنا طالع عمران انت وش طالع؟ لا بلا سكرين شوت بالله. اي بلا سكرين شوت. اوكي سويت سكرين شوت. كلنا سوى سكرين شوت. طب حط بي اي شيء انت. ما اقدر ما اقدر ما اقدر. قاعد يقول لي انترن اضغط اي ما يسوي انت. لازم ترجع مره ثانيه. You've been away for too long. Your turn will be اي خلي باس. لا اخاف يسوي لي بانكربت الحين ولا شيء. واذا سوى خلاص انت الفايز. وش الهبل وش الهبل. جيب ال 1050 بس بلا فكر. ما اقدر اسوي اي شيء. طاح في قش يقول يقول طاح في الاصفر. اطلع وادخل. او خليه لين ما يطلع كل شيء. الكمبيوتر بيعطيني 1050. لا لا الكمبيوتر يقول ان اكتيفيتي بيخليك بانكربت. انت طيب انت اطلع وادخل. عبد الرحمن انت خش خش البث عشان تشوف الشاشه كلنا اللي كلنا شايفينها. ايوه بالضبط ايوه. او عبد الرحمن يشوف نفس الشاشه. لا والله المشكله معاي فلوس ومعاي اراضي اقدر ادفع. تقدر تدفع انا ادفع. هذا القهر. اللعبه لقلقت والله. اللعبه علقت زي ما كانت الاول اول مره تعلق علينا. ايوه ايوه علقت. ايه اللعبه علقت شباب. يا ابوي الحين اصورها تنزل في تويتر. الحين تنزل في تويتر. طيب يلا يلا اطلع وادخل صور الشاشه. ما اقدر ما اقدر. طلعت يقول باكرب. شوف كاتبين دحوم تصريف دوت كوم. ديسكونكتد بانكرب. شو قاعد يطلع؟ يقعد يحط نو. شو قاعد يقول نو؟ يلا يلا خش خش بسرعه خش بسرعه خش بسرعه خش 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 تعال خش. خش خش. ليش قاعد يحط بي؟ ايش ايش بلسع؟ حتى الكمبيوتر لذع. اي والله لذع 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 شيء علق. العابكم يا عالم وش ذا؟ الله الله. Please wait, you'll soon join the match. يلا 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 مشعل. يلا عبد الرحمن مشعل خش عبد الرحمن. يلا بصيح بصيح. اول ما يخش بنكرب. انتبه بس كويس. لا تضغط لا تضغط اي لان اي يسوي يس. انتبه ها.
اوكي اوكي قاعد اشوف قاعد اشوف البث اشوفه يسوي بانكربت نو بانكربت نو بانكربت نو الان ام تدخل اوكي 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 شوف احس اني اول ما ادخل بيسوي بانكربت يلا يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا لا نبغى اللعب حماس كان صراحه اي والله حماس مره صراحه حماس خاصه ان البث الحين بنق بدفك فلوسي ما ادري يقول بليز ويت يو ويل سون جوين ذا ماتش ما استبعد عبد الرحمن كل شيء قاعد يحط نور يعني اوه لا يكفى رواح المشكله مكتوب قدامك ديسكونكت فروم ذا جيم فللاسف يعني ما تطاق ولا عجبتني الفكره انه هو يسوي ديسك انه يسوي ديسك طب ليه مو راضي يدخله شكله يعلق اللي يقول ما خلاص اللعبه دي علقت ما في علقت ما في فايز ما في فايز مين انا فايز لا لا ليش انت فايز ليش انت فايز مين عنده فلوس اكثر من عنده اكثر فلوس اي لا لا ما يهم ما يهم مين عنده اكثر راضي لا وبعدين المفروض يدفع له بعد اي المفروض يدفع لي بعد 1050 معي فلوس يا شباب عندي 900 إيه بس 20 انا الفايز نوصل 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 حل وسط نخلي الجمهور يختار من هو الفايز اي الجمهور قاعد يقول روح لا 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 الى الان الى الان امجد يقول او تقول ما ادري رواح فاز طب اصبر اوكي اوكي في احد انا متاكد في احد بيقول عبد الرحمن فاز عمر يقول حمد حمد يقول رواح فايز يلا هلا في اثنين يقولون رواح عمر يقول غش صح غش صح خليكم سترينجر يقول رواح عمر يقول رواح لا مش على ليك يقول رواح عبد الرحمن اذكر نفسك خمسة قالوا رواح فاز لا لا شوف شوف المشعل الفايد منه خلاص شوف قانون مونوبولي القديم اذا طفشنا اللي فلوسه اكثر يكون لا لا ليش عبد الرحمن ما يمديك تخش لا والله قاعد يقول لي جوينينج بليز ويت يو ويل سون جوين ذا ماتش بس معلق رواح مبروك مبروك تستاهل رواح تستاهل خلاص زين هذه والله العظيم يا عبد الرحمن انك كبير والله انك كبير حبيب لا ما بينزل راسه براس ورع هذا هو والله والله شفت انه شفت انه هو سواس قلب علي امراك قلب كذا خلاص شلون انه هو سواس يا الله جلتش هذا اللي قاهرني احمد 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 انا ما ابغى افوز يا عمران بجلتش بس انا فزت بجلتش اي بالضبط خلاص اذا ما تبغى تفوز بالجلتش ارفض الفوز انت انت ما تبغى ترضى بالامر الواقع هذا هو بس هذه لا خلاص المسخره دي اقول قفل البث طيب مسخره وكل شيء وتفر طيب اذا عجبكم الفيديو سووا لايك وسبسكرايب ودق الجرس عشان تجيكم تنبيهات وشير افري وير وشوفكم على خير سلام يلا يا جماعه اشوفكم على خير سلام